كام واحد زي ما قلت لكم كده اتفرج على الفيديو امبارح بتاع امبارح؟ ولا واحد، غير واحد او اتنين او تلاتة. انا قلت لكم امبارح والله انا بدي حصه بره، الحصه اللي بره دي متاخره عنكم حصه، يعني المفترض ان انا كنت شرحت لها امبارح الاوتوكاد اخر حصه، اعلمهم بقى يطبعوا ازاي والكلام دوت كله. انا لغيت لهم الحصه بتاعت امبارح وعطيتهم حصتكم انتوا عشان خاطر اسجل لكم الفيديو وانزله، علشان خاطرك انت، لان فعلا كنت زعلان ومتضايق لان انت ما اخدتش الفيديو امبارح. فطبعا مش عارف يعني سواء كنت سجلت او ما سجلتوش كنت يعني ما كانش حد ايه فاتحه، بس ما علينا. يعني هنفتح الساب، هنمشي بقى خطوات. احنا هنحل بقى ما شاء الله يعني 4 اكزامبل النهارده، فركز معايا الله يكرمك عشان خاطر بكره افترض ندخل في موضوع البلاطات يعني. تمام، اتفضل. لا هو موضوع اللي هو ايه، فكره ان انا بظبط الماتيريال في البرنامج. ليه بدخل الماتيريال في البرنامج؟ ليه بدخل الموديلس اوف لاستيس؟ ليه بدخل الاف سي يو؟ ليه بدخل الحاجات دي؟ القيم دي لازمتها ايه؟ ولا هي ملهاش لازمه اصلا؟ وانا لما نيجي نصمم مثلا كاميرا او اصمم في الخرسانه عموما، يعني هل الاف سي يو اللي هو المقاومه المميزه للخرسانه ال 25 تبقى زي 30 تبقى زي 35 تبقى زي 40؟ هتفرق؟ لا ما هو مش هيفرق معاك الماتيريال، مش في المخرجات، لا طبعا هيفرق معاك في ايه. تمام، طيب تعالى كده نمشي الخطوات. اول خطوه قلنا بنعملها ايه في البرنامج؟ رقم واحد بظبط اليونتس. اليونتس من هنا اهو من تحت، ممكن تظبطها من هنا عادي جدا، تلاقي كل اليونتس احنا بنظبطها ايه؟ تن متر سليزيوس. او باجي من فايلز واقول له نيو موديل، محدش يطبق ورايا خالص، يعني ما اشوفش حد اصلا باصص على الشاشه، كله بيبص هنا. خلاص؟ خلاص؟ ولا ايه؟ طيب هقول له ايه؟ انا قلت له لما بيجي يفتح لي الشاشه دي بيديني ايه؟ ها؟ بيديني مجموعه تمبلت كده بالشكل ده، احنا ما بنشتغلش على التمبلت دي خالص، احنا بنقول له ايه؟ انا عايز صفحه بيضة وانا اللي هبدا ارسم لك الجريد وادخل لك كل حاجه انا بايدي، فهقول له على طول مين؟ لو انت ما ظبطتش الوحدات هتعمل ايه من هنا؟ هتقول له تون متر سليزيوس، وقلنا موضوع الوحدات ده مهم جدا، قول له بلانك. فتح لي شاشتين، اقفل واحده واشتغل على الثانيه. هقول له ايه؟ هقول له من هنا اهو، احنا شغالين طبعا فريم او كاميرات او تراس اكس زد. فانا جبت ايه؟ اكس زد، وبعدين بعمل ايه؟ رايت كليك بالماوس، رايت كليك واختار اول مين؟ ها؟ ايديت جريد داتا. وبعدين هو بيقول لي السيستم بتاعك جلوبال، مالكش دعوه بالاسم، انت بتقول له على طول مين؟ موديفاير. او لو انت عايز تعمل حاجه جديده خالص تقول له مين؟ يعني فرضا ان انت اصلا عايز تعمل كذا رسمه، كذا رسمه ساب جوه الاريا اللي انت شايفها دي، هتقول له اد مين؟ نيو، وتعرف له واحده جديده. لكن انا ما عنديش غير كاميرا بس، هعرفها فين؟ ها؟ في الدروينج اريا اللي انا هرسم فيها، اقول له بس موديفاير. فهمنا الفرق ما بين السبيسنج والاوردينيتس امبارح، صح؟ تمام. هتقول له سبيسنج، هيطلع لك رساله ليه؟ لو شغال زي ما قلت لك على فيرجن 19 او 20 لازم تقول له اد هنا في اكس وفي واي وفي زد، وبعدين تقول له سبيسنج اسهل طبعا. تمام، قلنا هقول له اد 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 على حسب مين؟ السبيسنج اللي عندك. الاي دي دوت اللي انت بتحط له مين؟ 1 2 3 بتركم له مين؟ المحاور بتاعتك. لكن هنا السبيسنج بتبدا تدخله السبيسنج، عندي كام سبيسنج؟ ملوني كده، هقول له كام؟ 4 انتر، 6 انتر، 1.5 و2 1.5. وقلنا لازم في نظام السبيسنج لازم تقول له مين؟ في الاخر 0، ده 1.5 وده بزيرو. عايز ترقم قول له 1 2 مفيش مشكلة بالشكل ده.
يعني ما تجيش تكتب لي السبيسنج هنا في الخانه الواي دي وتقول له مش عايز تشتغل ليه؟ ركز الله يكرمك. هتقول له ايه؟ طبعا البابل سايز لو انت عايز تصغر حجم الدايره بتاعتك خليها بنص مثلا، قول له اوكي، قول له اوكي. هتلاقي الشكل عامل كده، مالكش دعوه، روح على طول لمين؟ اكس زد تاني. الناس كلها شايفه صح؟ تمام. بعد ما ظبطت اليونتس وعملت الجريد اعمل ايه؟ ديفاين مين؟ الماتيريال. هتقول له ال 4000 بي اس اي؟ نعم. لا لازم لازم تظهر، لازم تظهر. لازم تظهر، لازم، اكيد انت عامل حاجه غلط، بس هي ودي؟ ما عشان خاطر انت مش مرقم الاي دي، مش اعطي له واحد واثنين وثلاثه. اعمل ايه تاني؟ اقول له ديفاين ماتيريال. 4000 دي قلنا بتاعت مين؟ الكونكريت. والرقم اللي تحت ده بتاع مين؟ لو انت عايز تعرف مين؟ ماتيريال ستيل. لا هتقول له ايه 4000 وتقول له ايه يا هندسه؟ موديفاي ليه؟ سميها لي كونكريت. طيب قلنا الويت بتاعي كام؟ الجاما ار سي ب 2.5، وعرفنا جت منين؟ إيه؟ انا دلوقتي بدخل على طول. عايز تعرف الحاجات دي جت منين؟ إيه؟ اتفرج على فيديو امبارح. طيب والمودلس ب 22. طيب وبظبط الاف سي يو داش، الاف سي داش بكام؟ ب 2000، بس 2000 دي معتمده على مين؟ على قيمه الاف سي يو. لو هي ب 25، لو هي ب 30، بتعمل ايه؟ عندك الاف سي داش دي عباره عن 8 من 10 في قيمه مين؟ الاف سي يو كيوبيك دي. وبعدين تبدا تحولها لايه؟ يعني تبدا تحول النيوتن بير متر سكوير لمين؟ لطن بير متر، لان احنا شغالين هنا بالطن. طيب تمام، قول له اوكي. اوكي ايه؟ لا ما هو الجي ديت اللي هي الشير مودولس، احنا قلنا امبارح برضو في الفيديو ان هي نسبه من مين؟ بتساوي 0.42 من الاي، فهو اصلا كده كده البرنامج بياخدها نسبه من الاي المودولس. تمام؟ طيب بعمل ايه تاني؟ ديفاين مين؟ سيكشن بروبرتيز، واقول له فريم سيكشن. اعرف له كم قطاع؟ 100 قطاع، انت حر على عدد اللي عندك في المين؟ في الاستراكشر. قول له اد نيو بروبرتي، وبعدين تقول له من هنا مين؟ كونكريت، وتختار له على حسب الشكل الشيب بتاعك، قول له ريكتانجولر. عندك قلنا لك تسمي القطاع باسمه. عندي كام قطاع؟ عندي واحد 25 في كام؟ في 40، وهنا هتدخل له 4 من 10. وهعرف ليه دلوقتي انا ليه دخلتها، دخلت الاربعه هنا ودخلت ال 40 هنا ودخلت ال 25، هعرفها كمان شويه. واقول له اوكي، وبعدين اقول له مين؟ اد كوبي بقى منها. دي كام؟ في 60، هنا 6، واقول له اوكي. كده بعد ما خلصت تعريف القطاع والماتيريال اروح اعرف له مين بقى تاني؟ خلصت له تعريفات كل حاجه، اعمل ايه بقى؟ ارسم. هتيجي من مين؟ عندك الدرو وعندك الكويك. لو جيت من هنا من درو هتلاقيهم برضو درو وكويك، بس هو الراجل مسهلهم لك. اختار درو وتعالى فتح لك الشاشه ايه دي. عندك لو انت فتحت السكشن هنا هتلاقي كل القطاعات اللي انت مين معرفها. اختار اول سكشن، قول له 25 في كام؟ في 40، وتبدا من ايه؟ من اكس، وتيجي مين؟ تختار الايه البوينت الاولى والبوينت الثانيه. عمل ايه؟ رسم لك الكاميرا. طيب تمام، لو الكاميرا اللي بعد كده كام؟ 25 في كام؟ في 60، هل اطلع؟ قال لك لا، وانت لسه جوه ادخل اعمل ايه؟ غير السكشن وخدها برضو من نفس البوينت للبوينت. لو قلت له رايت كليك، هو على فكره ما طلعش بره الامر ده، هو لسه جوه. لو انت عايز تخرج خالص هتقول له سكيب، ادخل تاني درو. عايز ارسم مين؟ السكشن التاني، اختاره مين؟ في 40، واقول له من البوينت للبوينت، صح كده؟ واقفل. انا لسه برضو جوه، لو عايز اطلع ممكن اضغط له على مين؟ على دي سيت سيلكت مود.
خلاص تعالى كده، لو سلكت عليهم كده ايه اللي حصل؟ علم عليهم كلهم، قول لهم ديليت، هيتمسحوا معاك، هيمسح الجريد ملهاش دعوه. ده الجريد دي بس مالها؟ حاجات مساعده بس كده بتعرفك ايه. طيب لو انا بقى بالكويك، تعالى كده اضغط على كويك، مجرد بس بص يا هندسه تفتح له ويندو على الحته بس اللي انت مين عايز ترسمها، ايه اللي حصل؟ رسمها على طول. او ممكن تعمل ايه؟ خلي بالك كنترول زد بيرجع، لو انت بس رحت له بس على الجريد ورحت ضاغط عليها، ايه اللي حصل؟ ها؟ كليك شمال. طب دي هغير بس القطاع بتاعها واروح بس اعلم عليها بس كده، اقف عليها واعلم عليها. طب ودي؟ اعلم بس اول القطاع التاني، وممكن يا اما اختارها كده يا اما تعلم عليها بس كليك شمال بس كده بالشكل ده اهي. متقطعه عادي مفيش مشكله خالص. تمام؟ عايز ترجع تاني اهو ترسمها حته واحده اهي بالشكل اهو، واطلع بره خالص او اسكيب. هل هتسيب الاستراكشر كده؟ الاستراكشر كده محتاج ايه؟ عشان يبقى متزن. السبورت. طيب السبورت هنا ايه؟ يبقى لازم تعلم له الاول على السبورت، وتقول له مين؟ الساين جوين ريسترين. هو السبورت هنا كايه؟ هنج. اختار الهنج وتقول له اوكي. طيب السبورت اللي بعد كده اللي هو ده الساين جوين ريسترين في 2014 اللي هو هتلاقيه على الجهاز، لازم تقول له اوكي. ما عندكش الاوبشن اللي هو الابلاي ده في الفيرجن الجديد. ابلاي ده بيعمل ايه؟ مجرد بس ما بتختار له دي واختار له هنج، علم عليه. هو رولر صح؟ طيب انا غلط، علم عليها واديها رولر واقول له ابلاي، طلع بره، مش محتاج ادخل له الساين وجوينت ريسترين، انا لسه جوه. تعالى اجيب الشاشه دي كده واعلم على مين؟ دي، واديها مين؟ هنج ولا رولر؟ رولر، واعلم عليها اهو، لسه ما طلعتش بره الامر. طب ودي؟ رولر، واقول له ابلاي واقول له اوكي. على فكره وانت شغال على الساب لازم تبقى متخيل وعارف الكاميرا دي اللي انت راسمها دي، متخيل المومنت هيبقى شكله عامل ازاي، متخيل كمان الديفليكشن هيبقى شبهه شكله عامل ازاي. ليه؟ ليه؟ عشان تبقى حاسس لما بتيجي تقول له رن ويحل، تبقى حاسس ان اللي انت عامله على البرنامج ده صح. ليه؟ لان انت عندك الكونسبت، مش مجرد بقى رقم هيطلع لك او شكل شيب هيطلع لك وخلاص ترضى بيه، لا. تمام؟ طيب انا كده ظبطت كل مين؟ ها؟ يونتس، جريد، ايه ماتيريال، ديفاين يعني الماتيريال، ها؟ ومين كمان؟ ورسم. خلي بالك انت عندك تلات قوائم هنا ما بدخلش غير فيهم. ديفاين اعرف الماتيريال واعرف القطاعات، لود باترن ولود كومبينيشن، اي تعريف من ديفاين، اي تعريف حمل من اساين، اي اظهار نتائج من ديسبلاي بس. يعني تعريف القطاعات منين؟ ديفاين. احمال اساين، اظهار نتائج من ديسبلاي. تمام؟ طب انا دلوقتي في مرحله مين بقى؟ احط مين؟ الاحمال. طب انا عندي حمل مين كونسنتريتد على مين؟ على الكاميرا دي. اقول له ايه بقى؟ علم عليها الاول، لازم سلكت عليها، وبعدين الساين. هو اللي انا علمت عليه ده ايه؟ ده فريم صح؟ يبقى تيجي تختار له من هنا مين؟ فريم لود. فريم لود، وتختار له من هنا مين؟ ها؟ هو بوينت ولا ديستريبيوتد؟ ده هو بوينت، ده هو حمل كونسنتريتد هيأثر في نقطة، فتقول له بوينت. جميل. ايه الشاشة دي؟ في الاوبشن في حاجة اسمها اد تو اكزيستنج لود، لو هتضيف حمل على حمل، يعني انت عامل حمل قبل كده اتنين وعايز كمان تزوده كمان اتنين، فتقول له اد. ريبليس، لو انت عايز تستبدل حمل انت عامله بحمل تاني جديد انت هتحطه، ديليت طبعا هيشيلهم الاتنين. اوبشن لود باترن، دي حالات التحميل، عندك حاله ديد، عندك لايف، عندك وولز، عندك كفرنج، عندك احمال زلازل بتفتحها من هنا
بتلاقيهم كلهم. طب ليه يا باشمهندس مش موجودين لا لايف ولا وولز ولا كفرنج؟ لا اصل انت لازم انت اللي تعرفهم. هتعرفهم امتى؟ هعرفهم لك بعدين في البلاطات، تمام كده؟ هتعرف بقى الحالات اللايف والكلام دوت كله بعدين. طيب ايه ده؟ انت النظام بتاعك جلوبال ولا لوكال؟ خليك دلوقتي جلوبال. هنعرف ازاي دلوقتي اخليه لوكال. طيب اللوب مين؟ دايركشن. انت جرافتي ولا عايزه زد ولا اكس ولا واي؟ هو لو قلت له جرافتي يبقى هل انت محتاج تدخل له اشاره سالب؟ خلاص بقى. طب لو قلت له زد يبقى لازم تدخل له اشاره سالب عشان يبقى مين؟ في اتجاه زد، سالب زد، تمام؟ لكن انا هسيبها مين؟ جرافتي. طب ايه ده اللود تايم؟ هل انت عندك فورس ولا عندك مومنت؟ انا عندي فورس، يبقى اختار فورس. هنيجي كمان شويه للمومنت. لو عندي مومنت وعايز احطه على مين؟ على الاستراكشر. طيب في نظامين، حاجه اسمها ريلاتيف، حاجه اسمها ابسوليوت. ايه الفرق ما بين الريلاتيف وما بين الابسوليوت؟ ها، لو انا عندي كاميرا وعندي حمل عليها ايه؟ اللي هو ده اللي هو قيمته مثلا وليكن 6، وعايز اعرفه ريلاتيف، عايز اعرفه ريلاتيف، ريلاتيف دي نسبه. فلو انا الكاميرا بتاعتي الاسبان بتاعها 6 متر، في حاله الريلاتيف هو شغال نسبه، فانت نسبتك كام من هنا وانت عند السبورت دي؟ كام في الميه؟ 0%، زيرو. طب في المنتصف 50%، طب هنا 100%، طب هنا بقى زيرو، نص هنا معناها مين؟ 50%، وواحد. طب لو انت الحمل بتاعك ثلاث ارباع الكاميرا تبقى مين؟ 0.7. ايه ده بنظام مين؟ الريلاتيف. طب لو ابسوليوت بقى، ركز معايا شويه عشان خاطر الموضوع ده مهم، لان دوت اللي هيتوقف عليه اي حمل هتدخله للبرنامج، تمام؟ اللي مش شايف ورا يجي قدام، اللي مش شايف ورا يجي قدام. طب لو انا شغال بقى ابسوليوت، لا شغال بقى مين؟ لو انا عند السبورت دوت يبقى ده المفروض مين؟ زيرو برضه. طب لو انت في المنتصف كاميرا كام؟ 6، يبقى هنا كام؟ نصها 3. طب وهنا 6. تمام؟ خلاص كده، يبقى ابسوليوت وريلاتيف. هنشوف الفرق ما بينهم دلوقتي ونشوف استاذ. تعال نجرب ريلاتيف واحط الحمل بتاعي. طيب هنا بيقول لك في البوينت رقم 1 عند بدايه الكاميرا، لو انت شغال ريلاتيف يبقى ايه؟ زيرو. الحمل بكام؟ بزيرو. طب لو انت نص، الحمل بكام؟ بسته. طب لو انت بواحد، الحمل بكام؟ بزيرو. اخر خانه دي سيبها زي ما هي، واحد زيرو، زي ثلاثه بالظبط. قول له ايه يا هندسه؟ قول له ابلاي وقول له اوكي. اهو ايه اللي حصل؟ عرف لك الحمل بتاعك اللي هو السته. خلي بالك وانت شغال في الفيرجن الجديد، حضرتك رحت مغير الباك جراوند خليتها بيضه، خليتها هي كانت بيضه وانت خليتها سوده. طب انت عشان خاطر تغير اصلا الباك جراوند من مين؟ اوبشن كلر ديسبلاي، تمام؟ تمام. لا لا، ما انا فاهم، انا فاهم. انت كده هتقول له اوكي مفيش مشكله، بس تبقى خلي بالك لما تيجي تغير الباك جراوند هيحصل حاجه. ان انت بص بيقول لك البوينت هتظهر لونها ده ازرق، فممكن البوينت دي تظهر وانت الباك جراوند بتاعتك ايه؟ سودة. ممكن لو انت عايز تغير لونها وتبقى اسود، هل ممكن تشوفها في الباك جراوند السودة؟ فممكن اصلا تكون انت راسمها ومفيش مشكله وماشي بالطريقه بالظبط، بس ما تكونش باينه معاك. يا باشمهندس دي مش باينه، ده انا ما اترسمتش، ده انا عندي مشكله. تبقى فاهم مين؟ وانت بتغير الباك جراوند تظبط مين؟ الوان مين؟ التكست. يعني التكست هنا ايه؟ لونها
تخليها مثلا لو انت اسود الباك جراوند سودا، ما تخليش التكست سودا عشان مش هتشوفها، وهكذا. انا هخلي، انا بقى هشتغل على الباك جراوند السودا دلوقتي علشان تشوفه بالشكل ده، هو اترسم اهو بالشكل ده. طيب علم عليه تاني وقول له اساين لود او فريم لود بوينت. لو انا عاوز اشيل الحمل ده اعمل ايه؟ اقول له ديليت واقول له ابلاي، كده اتشال. اعلم عليه تاني وارجع ريبليس، يبقى ده ريلاتيف. طب لو انا بقى شغال ابسليوت، عند زيرو الحمل بكام؟ عند 3 6، عند 6 حمل بزيرو، وهنا ايه احط مين؟ 6. متوقع يطلع زيه ولا لا؟ لازم يطلع زيه. اوكي اوكي بس ايه ده؟ ليه بقى طلع كده؟ اكيد احنا عاملين حاجه غلط. يبقى ما تتخضش، ادخل تاني من نفس المكان اللي انت عرفت منه الحمل، هتلاقي ايه؟ هي الكاميرا دي بكام؟ المفروض الكاميرا دي 4 مش 6، مش 6 متر. انا مشيت على الخطوات دي معلش. الكاميرا دي المفروض 4، يبقى المفروض دي هنا 2 ودي بكام؟ 4 ودي ب 4. ابلاي اوكي، راجع مكانه في المنتصف. تمام؟ تمام. ايه؟ مش لازم. التانيين دول هنستخدمهم كمان شويه لو انت عندك حمل ترابيزويدال، حمل مثلث وعايز تعرفه، لازم يكون عندك 4 خانات هنشوفهم دلوقتي. ماشي معايا بس واحده واحده، ما تستعجلش. ايه؟ سيبيها زي ما هي، زي الثالثه. ما هنشوفها وربنا كمان شويه. تمام؟ اعلم على الكاميرا دي عليها حمل ايه بقى؟ يونيفورم، صح؟ اقول له اساين مين؟ اختار مين؟ لا جوينت ايه؟ فريم برضو. اقول له فريم، لو انت امتى تقول لي جوينت؟ لو انت مختاره بوينت. يعني لو مختاره بوينت تقول له جوينت. تمام؟ فريم واقول له مين بقى؟ ديستريبيوتد بقى. جميل كده؟ ده حمل ايه يا هندسه؟ هل مثلث ولا ترابيزويدال ولا لا؟ ده هو يونيفورم. عشان كده هتعمل ايه بقى؟ هتيجي هنا اهو قيمه اليونيفورم وتدخلها بكام؟ كام؟ 2 عندك. ما تلعبش في اي حاجه هنا. اي حاجه هنا اهو ما تلعبش فيها دلوقتي. هنرجع لها كمان شويه. قول له ابلاي. اوكي، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ عمل لك الحمل اليونيفورم. طب عندك حملين هنا بقى. عندك حمل هنا وعندك حمل هنا. طيب خلي بالك انا دلوقتي هرسم معاك الكاميرا بالشكل ده. خد بالك لما انا جيت شلت الكاميرا ايه عمل ايه في السبورت؟ شالها. اقول له هنا اساين جوينت ريسترين رولر. اوكي، انا هختار الكاميرا دي واقول له اساين فريم لود بس ايه؟ بوينت، صح؟ اساين فريم لود بوينت ولا ايه؟ ها؟ اساين فريم لود بوينت. طيب هدخل له ايه بقى؟ انا عندي كام حمل؟ 2. هتدخلهم ازاي؟ عندي هتدخلهم ابسولوت ولا ريلاتيف؟ الافضل ابسولوت. هتدخله هنا الحمل هنا بزيرو، هنا بكام؟ طب وهنا 1.5 بكام؟ ب4. طب وده بكام؟ هنا ب4. طب وهنا 3.5 ايه؟ لا انت بالظبط كده بتجمعي الكاميرا كلها بقى. تمام؟ هنا بزيرو. ايه؟ عندك دي بخمسة. المسافة هنا بكام؟ ودي بكام؟ ودي بكام؟ دي واحد ونص، ودي ودي مجموعهم كلهم خمسة. فأنت هنا عند البوينت هنا دي هتدخلي له الحمل بكام؟ مسافته 1.5، قيمته هتدخليها له. وبعدين القيمة الثانية دي 1.5 زائد 2
يبقى 3 ونص. بعدين تدخلي له هنا مين؟ 5 كنتوا بكام؟ بزيرو. وصلت؟ واقول له ابلاي واقول له اوكي، ايه اللي حصل؟ عمل لك مين؟ صح كده؟ فهمت بقى ليه عامل لك 4 بوينت؟ تمام. لسه انا بس عايز اشرح بس الطريقه الاولى، وبعد كده هنقول لك لو انا مقسمهم ممكن ادخل الحمل ده على انه جوين وادخل له بوينت بقى، هشوفها كمان شويه. تمام كده؟ انا كده على فكره خلصت كل الاحمال. عارف فاضل ايه؟ اخر مرحله بقى، رن وطلع ريزلت. ايه ده 8 ولا كام ده؟ ده مفيش مشكله. هو الحمل هنا 8 ولا 6؟ 8. طب لو عايز اعدله فيها مشكله قول له اساين مين؟ فريم لود ديستريبيوتد ولا ايه؟ ايوه الله يفتح عليك، فريم لود بوينت. وتدخل له هنا كام؟ لا هتعمل ايه بقى؟ زيرو. وهنا بكام؟ ب2. يبقى الحمل بكام هنا؟ ب8. وهنا ب4، حمل بزيرو. والخانه الاخيره 4 بزيرو. وطبعا هتقول له ريبليس، ريبليس هيعمل لك ايه بس؟ لكن لو قلت له اد، خلي بالك انا ممكن اقول له اد بس زب... بالظبط كده، ازود 2 بس. تمام. ما هو الدايركشن يا باشمهندسه فين؟ اهو في جرافتي، في اتجاه الجاذبيه. لو انت قلت له هنا زد يبقى لازم تدخله الحمل هنا بالسالب. وصلت معايا باشمهندسة؟ هندسة معايا ولا ايه؟ جرافتي واقول له ابلاي واقول له اوكي، ايه اللي حصل؟ بس خلي بالك الاحمال راحت اللي هي الديستريبيوتد صح؟ عشان اظهرهم كلهم مع بعض اعمل ايه بقى؟ ديسبلاي شو اوبجكت لود اساين فريم، ديسبلاي شو لود اساين فريم. اقول له بس ابلاي واقول له اوكي عشان تطمن بس ان انت الاحمال بتاعتك كلها موجوده. طيب عادي بقى، هو ما فيش مشكله، هو ما بيقبلش يحط الاثنين مع بعض عشان خاطر تظهرهم انت مع بعض، تعملي بالطريقه دي. ديسبلاي شو اوبجكت لود اساين فريم ابلاي اوكي، خلاص على كده هيظهرهم، هيظهرهم كلهم. عشان اعرف الحمل على الكاميرا دي، خلي بالك لو جيت بس رايت كليك عليها هيقول لك والله اللوكيشن بتاعها فين والاساين واللود عليها. احنا عاملين لود عليها ايه؟ بوينت اهو، قايل لك 8 ات ايه؟ على مسافه 2. ولو انت عامل ديزاين هيطلع لك نتائج الديزاين، هندخلها كمان شويه. بس انا بقول لك ايه؟ يعني انت لو دي قلت لها بس رايت كليك عليها، وقفت على رايت كليك هيقول لك مين اللود عليها ايه؟ كام؟ ب2 اهو. واللود دايركشن جرافتي جلوبال، وهي موجوده في مين لود باترن كام؟ اللي هي ايه؟ الديد. انا كده خلصت. بس خلي بالك المفترض ان وانت شغال على الساب او اي برنامج تحليل خاصه برامج السي اس اي، اهم خطوه على الاطلاق مش اللي انت عملته ده. اللي انت عملته ده اي حد يعمله، مش اي حد يعمله قوي يعني، بس الفكره في ايه؟ ان انت اول ما تدخل البرنامج يعني تفتح كده الشورت كات اللي موجوده على الديسك توب، روح سيف الملف من الاخر يعني. تبقى شغال في البيت قاعد بتاع اكتر من ساعتين بتعمل الموديل على برنامج الساب، ومره واحده بلا مبررات طفى. هتعرف ترجعه زي الاوتوكاد ريكفري؟ لا ما عندوش الكلام ده، هو طفى وخلاص. طب الموديل خلاص عيده من تاني. يبقى اول حاجه تعملها ايه؟ تسيف الملف، عشان اصلا هو مش هيحل لك اصلا، يعني مش هيحل لك الموديل ده غير لما تسيف الملف. حتى لما تقول له ران هيطلب منك تسيف اصلا الاول الملف. يبقى دي اول حاجه، ادخل بعد ما تدخل وتعرف حتى الماتيريال والقطاعات، روح سيف الملف بتاعك. وكل خطوه تعملها تعمل ايه؟ كنترول اس. اوعى تنسى برده كنترول اس برده كل شويه، كل خطوتين، عشان لو ما عملتش كده وحتى طفى الجهاز وتفتحه هتلاقي نفسك بس مش معرف غير الماتيريال. فخطوه مهمه جدا. الاهم بقى
تعالى بس نقول له الاول مين رن. عشان تعمل له رن يعني ايه رن في البرنامج؟ يعني حل، او في الروبوت لو انت شغال كالكوليشن هتقول له بس لو عشان تجيب الرن هتجيبها من هنا اهي، اسمها رن اناليسيس. او هتيجي من مين؟ من انالايز، وتقول له مين رن اناليسيس او اف 5 من الكيبورد. تمام؟ طب هتقول له رن اهي، هيطلب منك ايه؟ فتح لك شاشه. في حالتين، حاله اسمها ديد وحاله اسمها موديل. ايه الديد دي؟ الديد دي اللي انا حاطط فيها الاحمال بتاع. ايه الموديل؟ الموديل دي لو انت شغال داينامكس واحمال بقى وعامل المبنى كله، لازم انت تعرف له حاله الموديل دي او تسيبها. طب انا دلوقتي دي كاميرا او انا شغال على بلان، هل محتاج الموديل دي احمال دايناميك؟ لا. هتقول له على طول بس اختارها وقول له مين رن، او قلت قول له دونت رن، كده مش هياخدها معاك في الحسبان، يعني مش هيحل على ايه؟ على حاله الموديل دي خالص. بتعلم عليها. يبقى انا عملت ايه؟ رن، قلت له مين من هنا، علمت له عليها وقلت له دونت رن. وبعدين ما تقولوش اوكي، اوكي مش هيحل، قول له رن ناو. هيطلب اول حاجه منك تعمل ايه؟ تسيب الملف. خلي بالك البرنامج ده رخم، برامج السي اس اي دي رخمه جدا، ما بتقبلش العربي. يعني لو جيت سميت له الملف بتاعك بالعربي مش هيحل، ما تحاولش. مش بس كده، ده انت لو انت حاطط الملف اللي هو الانجليش اللي انت سميته انجليش في ملف الفولدر اسمه بالعربي مش هيحل، يعني في الحالتين مش هيحل. يبقى لازم يبقى المسار بتاعه ايه؟ كله مين؟ انجليش. اي حاجه ان شاء الله ارقام، بس اوعى تكتبه بالعربي. وخلي بالك ما تقولوش لا ده انا هسيفه على الديسك توب، هقول له ديسك توب وتقول له سيف، اوعى هيطلع لك 300,000 ملف على الديسك توب، مش هتبقى عارف تلم حاجاتك. فتعمل ايه؟ تيجي قايل له نيو فولدر ومسميه اسمه بين. اهو تعالى نيو فولدر اسمها ايه؟ بين. وتفتحه وبعدين سميه بالعربي. ها؟ لا، بيم او ارقام. وبعدين تقول له سيف، هيبدا يسيف لك الملف ويبدا يحل كمان. هو سيفه خلاص، هو بيحل دلوقتي، هو في عمليه الرام خلاص، بيعمل لك اناليسز للايه؟ للمود. اصبر عليه لحد ما يخلص. كده هو خلص حل، جاب لك ايه؟ اول حاجه جابها لك الديفورمد شيب، الديفليكشن على الكاميرا. يعني بعد ما حل وخلص جاب لك شكل الديفورميشن اللي حصل للكاميرا، كنت انت بترسمه تقريبا في سنه ثانيه. تمام؟ تقعد ترسمه بقى وزوايا وزوايا وبتاع، لا هو خلاص حل. تمام؟ لو انت قلت له ستارت انيميشن هيجيب لك شكل مين؟ الكاميرا. وشكل مين؟ على فكره ده هو المفروض بيطلع لك موسيقى كمان، تقعد ترقص جنبها. لا بجد والله يعني بتسلي لك الدنيا، بس مش عارف هي مش عايزه تشتغل عندي يعني. بس عندكم دلوقتي هتصدعوني بيها، انا عارف. تصدعوني بيها على الاجهزه بتاعتكم. ده شكل مين؟ الديفورميشن. انا قلت لك عشان خاطر تظهر اي نتائج منين؟ من ديسبلاي. اي نتائج. بس هو الراجل المحترم عمل لك ايه؟ كل الحاجات اللي انت عايز تظهرها دي. دي لو انت عايز تعمل الارض فورم تشيب، يعني عايز ايه؟ مش عايز اي حاجه. دي لو انت عايز تظهر تاني في فورم تشيب، دي وعامل لك جنبها سهم كده صغير. لو انت عايز تظهر الرياكشن، تظهر الشيب، تظهر المومنت منها. تمام كده؟ طب تعالى لو انا قلت له اند فورم شيب عمل لك ايه؟ خلاص. طب لو انا قلت له مين؟ دي فورم شيب، وقلت له هنا ابلاي وقلت له هنا اوكي. هو فتح لك دي على فكره بالمناسبه
عشان المفترض انك تختار بقى ايه حاله التحميل بتاعتك. حاله التحميل يعني انا دلوقتي لما باجي اجيب الديفليكشن، والديفليكشن ده بجيبه بحاله ايه؟ ها؟ حاله وركينج، حاله الوركينج، حالات التشغيليه. هنعرف الكلام ده بالتفصيل في البلاطات، بس انا بقول لك الكلام كده اهو عايزك بس تستوعبه عشان لما اقوله تاني في البلاطات تبقى فاهمه. بس انقط بس معايا كده، بس قول له بس ابلاي هو عمل لك مين شكل مين الديفورميشن. ممكن تعمل له ايه هنا برضو؟ تقول له حاجه اسمها واير شادو، قول له اوكي. رسم لك شكل الكاميرا ستريت لاين وجاب لك شكل مين؟ خلي بالك لو جيت بص اتحركت بس بالماوس على مين؟ طب سيبها دلوقتي كده هنظهرها كمان شويه. طب ده بالنسبه لمين؟ للديفورميشن. انا عايز اظهر بقى الرياكشن. اعمله منين بقى؟ قلت لك من القائمه اللي جنبه دي، قول له جوين. وقول له ايه؟ طبعا المفروض بتختار له الحاله وقول له ابلاي وقول له اوكي. جاب لك مين؟ رياكشن على كل سبورت، عند كل سبورت. لو انا عايز اكبر له الارقام دي من انت شايفها، هتقول له من اوبشن دايمنشن، وتقول له هنا في الماكسيموم والمينيموم، يعني الماكسيموم خليها 12 والمينيموم خليها 8 مثلا، قول له اوكي. ها كبرت شويه صح؟ ده 13 وده 13 وده 3.2 وده 2.84. ده الرياكشن بتاع مين؟ اول حاجه كنت بتحلها في الاستراكشر، تجيب الرياكشن. بعدين بتجيب مين؟ قول له بقى فريم. وفي عندك تعالى بقى وركز معايا شويه في النقطه دي. انا مش قلت لك في محاور اسمها جلوبال؟ محاور الجلوبال دي مين؟ للمنشأ كله. وقلت لك في كل اليمنت جوه الاستراكشر بتاعك في مين؟ لوكال. انا عشان خاطر اظهر النتائج بتاعتي بتظهر على بتظهر فين؟ مش في الجلوبال، بتظهر في مين؟ في اللوكال بتاع الاليمنت نفسه، العنصر نفسه. فبيظهر لك ست نتائج. يعني انت الاليمنت ده مفترض ان انت لما بتيجي تخرج منه المخرجات بتاعتك بتظهر ست حاجات. ثلاثه فورسز وثلاثه هم. تعالى كده لو انا جيت رسمت مثلا شكل الكاميرا كده بالشكل ده. الستريننج اكشن بتاع الكاميرا دي كلها، او عايز ارسم ولا ايه الجلوبال؟ الجلوبال بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ اكس واي وزد ده لمين؟ دي كلها. انما بقى اللوكال بتاعها ده بيبقى محور اسمه واحد، ومحور واحد ده على فكره بالمناسبه بيكون في اتجاه دي اكس، تمام؟ طب محور اثنين باتجاه واي، ومحور ثلاثه في اتجاه زد، وبيكون عمودي عليهم كده بالشكل ده. ده ثلاثة، تمام؟ تمام. انا قلت لك ان بتظهر كم قوة في الضلع نفسه او في المنبر نفسه؟ ستة. فلو انت القوة بتاعتك في اتجاه محور لوكال اكسس واحد، يا اما هتبقى عندك تنشن يا اما كومبريشن، تبقى فورس تنشن او كومبريشن. ده لو هي في اتجاه مين؟ لوكال هناك، ركز معايا بالله. لو هي في اتجاه، لو القوة بتاعتك الفرصة اللي ظهرت لك ظهرت اباوت لوكال اكسس واحد، دي تبقى ايه؟ يا اما تنشن يا اما كومبريشن. طب لو ظهرت لك اباوت موازية لمحور اثنين دوت لوكال اكسس اثنين، بسميها شير اثنين اثنين. شير اثنين اثنين. طب لو اباوت لوكال اكسس ثلاثة، يعني في اتجاه لوكال اكسس 3، فورس الثالثه بتبقى سميها شير 3 3. معايا؟ يبقى دول الثلاثه فورس الاولانيين. فاضل لي ثلاثه مين؟ مومنت. قلت لك اي منبر بيبقى عليه ست مخرجات. ست بثلاثه فورس وثلاثه مين؟ مومنت. اول فورس لو هي في اتجاه لوكال اكسس واحد تبقى ايه؟ ايه؟ توشن مين؟ يا اما تنشن يا كومبريشن.
مين قال كرياتورش؟ انا ما قلتش مومنت، انا بقول فورس، انا لسه ما جيتش يعني المومنت. انما لو في اتجاه اثنين تبقى زي ما قلت لك بتسمى، بتسمى شيل اثنين اثنين. ولو في اتجاه لوكال اكسس ثلاثه شيل اسمها شيل فورس اسمها ثلاثه ثلاثه، شيل ثلاثه ثلاثه. طب بقى تعالى المومنت، ثلاثه المومنت بقى. لو اباوت لوكال اكسس واحد زي الراجل المحترم ده بقى قال لك عباره عن مين؟ تورشن. بتسمى مين؟ تورشن. مومنت اسمه تورشن. طيب لو اباوت محور اثنين بسميها مين؟ ام 2 2. طب لو اباوت بقى لوكال اكسس 3 بتسمى ام 3 3. لو انا جبت السكشن ده وطلعته بره بالشكل ده، ده محور مين يا هندسه؟ لوكال اكسس كام ده؟ 3 وده 2 تمام كده؟ اصبر عليه مين بقى؟ اصبر عليه شيل 2 2 ومومنت 3 3. يعني دول الرقمين اللي انا بروح اجيبهم منين؟ من هنا. حتى تعالى بص هنا بيقول لك ايه؟ الاكسيال فورس اللي هي مين؟ ركز بقى معايا، الاكسيال فورس اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ فورس، اول فورس اللي هي فين؟ كومبريشن يا اما تنشن. طيب شيل 2 2 اللي هي اباوت محور كام؟ 2، وشيل 3 3 يبقى انا بجيب، لما عايز تجيب الشيل على اي كاميرا، اي شيل على اي كاميرا بتجيبها مين؟ شيل 2 2. طيب ايه بقى؟ التورشن اللي هو اباوت مين؟ لوكال اكسس واحد. طيب والمومنت 2 2 اباوت وثلاثة اباوت محور ثلاثة، وده اللي انا هظهره عليك. خلي بالك لو انت جيت هنضغط دلوقتي على التورشن مش هتلاقي تورشن على الكاميرا. ولو انت قلت له اكسيال فورس متوقع يجي لك ليه؟ ليش مفيش قوة افقية. تعالى كده نشوف بقى، نظهر تعالى كده اول حاجة اكسس فورس ابلاي مش هيظهر لك اي حاجة. طيب شيل 2 2 وقول له ابلاي وقول له اوكي. ايه اللي حصل؟ رسم لك الشير، رسم لك شكل الشير، ده شكل الشير. بس تعالى كده من نظره كده، انت كنت بترسم الشير ازاي؟ كان يقول لك شمال طالع ويمين نازل، صح؟ لا، كل دول العالم شغاله العكس الا احنا. يعني كل الناس بره شغاله العكس الا احنا. شغالين ايه؟ يعني الناس كلها بتنزل واحنا بنقول الحمد لله يعني. تمام؟ طيب عشان تظبط الشير ده على الشير بتاعنا هتعمل ايه؟ هتقول له من هنا اهو ادخل تاني وقول له فريم وادخل له في شير 2 2 وفي حاجه اسمها مين؟ يوزر مين؟ ديفاين، خلي له الرقم ده بسالب واحد. بس خلي بالك قلل له رقم واحد، لان بص لما تقول له ابلاي هيعمل لك ايه؟ يكبر لك شكله بالنسبة لمين؟ للكاميرا. هتخليه مثلا الرقم ده 0.2 مثلا. ماينس 0.2. ابلاي اوكي. كده جاب لك ايه يا هندسة؟ شكل الشير بتاعك على الكاميرا. لو انا عايز اعرف قيم بقى، ما هو جايب لي شيب بس. لا بص، لو انت قربت بس بالماوس على الكاميرا دي ايه اللي بيحصل؟ بيظهر لك مين؟ يقول لك اثنين الشير هنا 2.3. طبعا الشير بيبقى عند السبورتس ايه؟ عالي جدا، بيبقى هنا ايه؟ الزيرو شير. طب وهنا لما تيجي تظهر المومنت هتلاقي الماكسيمم مومنت بتاعك، تمام؟ طيب لو انا جيت بص على الكاميرا دي وقلت له رايت كليك جاب لك ايه؟ فتح لك الشاشه دي، جاب لك اول حاجه على الكاميرا دي من السبورت للسبورت جاب لك الفورسز ورسم لك شكل الشير عليه، وكمان تحت رسم لك مين؟ المومنت، وجاب لك الماكسيموم مين؟ وكمان ظهر لك مين تحت؟ شكل الديفليكشن على الكاميرا. تمام؟ جاب لك شكل الديفليكشن على الكاميرا. طيب خلي بالك، هو انا ممكن اجيب الشكل ده يبقى بالارقام؟ اه، برضه من نفس المدخل، هتدخل هنا وتقول له فريم وتقول له هنا مومنت، تقول له شيل 2 2 وتقول له هنا بدل ما هي فيل دايجرام تقول له مين؟ شو فاليو، قول له ابلاي، قول له اوكي.
كده جاب لك ايه؟ ها؟ جاب لك الكويل، يعني جاب لك هنا قيمته ماينس 7.05. طبعا انا عارف الناس مش شايفه، بس الاسهل لك بصراحه اللي هو مين؟ الفيل دايجرام. الفيل دايجرام اللي هي دي. اوكي. وتظهر، عايز تظهر، تعالى على الايه؟ على راس السبورتس بالظبط، وتعالى شوف القيمه هنا بكام. او رايت كليك على الكاميرا، يا رايت كليك على الكاميرا كده اهو، هيجيب لك شكل مين؟ الماكسيموم واللي انت عايزه. خلي بالك انا بص ممكن اعمل ايه؟ ممكن اتحرك بمين؟ يعني بص ممكن اتحرك بالشكل ده لحد ما يديني، لو انا عايز بالظبط الماكسيموم بالظبط مومنت، اقعد اتحرك بمين؟ بالظبط دوت لحد ما يديني هنا زيرو مين؟ جيرو. تعالى كده اهو، يعني تقريبا. وحتى كمان بيقول لك في ايه؟ بيقول لك ادي 2.87، يعني بيقول لك على مسافه 2.87 المومنت بالرقم ده او الشيل بالرقم ده هنا بالظبط كده، على مسافه 2.87 المومنت بكام؟ مومنت 3 3 اللي انا بقول لك عليه بالرقم ده. وهنا برضه نفس الفكره في مين؟ في موضوع الديفليكشن. اتفضل. الايه؟ اهي الشيل يا هندسه اللي فوق الكاميرا ده. تعالى لو انت بقى مش عارف الكلام ده، انت بتعمل ايه؟ بتدوس على الكاميرا دي فبيجيب لك الكاميرا دي كلها، فبيجيب لك الماكسيموم وبيجيب لك النيجاتيف، وده اظهار النتائج، اظهار النتائج الصح. ان انا بس بقول لك ايه، لو انت عايز تظهر بس شكل شكل الشير وانت واقف على مين؟ على الدايجرام ده. لكن انت الصح بتدخل عليه رايت كليك بيجيب لك الكاميرا سيمبل. لو جيت مسكت الخط ده وجيت في الاخر كده، انت عرفت الشير كام؟ الشير كام؟ عند زيرو متر لسالك 7.04. تمام؟ طب المومنت يكاد يكون مفيش اصلا مومنت، صح؟ لكن في مومنت ليه هنا؟ تعالى كده لما نيجي اقول له هنا، لو انا عايز اظهر المومنت بقى اقول له ايه بقى؟ ام كام؟ اقول له ابلاي، بس تعالى الرقم ده تعمل فيه ايه؟ رجعه تاني، رجعه ايه؟ بالموجب، عشان هيقلب لك شكل المومنت. تمام كده؟ هتقول له خليها 3 من 10 بس كده، اقول له ابلاي. ايه؟ هو حاطه في فاليو، حاطه بواحد، فاكتور بواحد. انت بتتحكمي في الواحد ده، عايزه تكبري شكله، عايزه تصغري. تمام؟ ده شكل مين يا هندسه؟ شكل المومنت على مين؟ على الكاميرا بتاعتك. برضو لو انت عايز تظهره هتيجي على مين؟ رايت كليك على الكاميرا وتبدا تظهر مين؟ شكل المومنت الماكسيموم، وتظهر مين؟ ها؟ اللي فوق راس العمود اللي هنا، عباره عن برضو ماينس 6.65 وهكذا. لو انت مثلا عايز على الكاميرا دي رايت كليك عليها يجيب لك برضه نفس الفكره. طبعا لازم يكون المومنت هنا بزيرو، صح؟ وهنا عند السبورت هنا بزيرو، لكن مش شرط ان انت السبورت الداخليه يبقى المومنت عندها بزيرو، في نيجاتيف مومنت عليها. تمام؟ ها في كده حلو. ما انا بقول لك اهو اتحركي بس كده يا هندسه، لو انت عايزه تدخلي له مسافه هنا من اللوكيشن. تمام؟ بس انت بقى اهو الشكل ده. تمام كده؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ يبقى انا لما باجي اظهر بظهر الرياكشن مفيش مشكله، بظهر الشير كام؟ 2 2، وبظهر مومنت كام؟ 3 3. حد عنده مشكله؟ طبقوا كده، هديكم 3 دقايق يلا. نكمل بقى، خلاص بقى كله سيب الجهاز. لو انا عايز اعدل على الرسم يا هندسة، خلاص بقى لما نقوله نكمل يبقى نكمل وبس. لو أنا عايز أعدل على الرسم ينفع أعدل دلوقتي؟ الناس ما تقلقش على فكرة، بالمناسبة ما حدش يقلق، اللي ما كملش الرسم عادي جدا، عادي جدا. أنت مش النهاردة هتعرف تعملها كلها، بس أنت ما عملتهاش عشان ما اتفرجتش على فيديو امبارح. أنا فيديو امبارح أنا عامل السيمبل بيم، يعني أنا راسم لك في آخر الفيديو كده، لو كنت اتفرجت على الكاميرا دي كانت بتترسم إزاي كنت جيت عملتها هنا. ما حدش يمسك الماوس، ركزوا بقى معايا، ركزي معايا.
تمام. انا لو عايز اعدل دلوقتي في احمال، عايز اعدل في اي حاجه، ينفع؟ لا دلوقتي ما ينفعش، لان انا حليت وخلصت. طب لو عشان تعدل بقى في قفل هنا، ما تركزوا معايا، ابوس ايديكم. هقول له مين افك مين القفل، افك الحل واقول له اوكي، كده هترجع كاميرا عاديه خالص. عشان تظهر الاحمال تاني، ديسبلاي شو اوبجكت لود اساين فريم، واقول له اوكي، ظهرت كل حاجه من تاني. ركزوا، الله يكرمكم. انا دلوقتي لسه هدخل حمل مثلث وحمل ترابيزويدال، ركز الرسم والله العظيم هتروح في البيت تتفرج على الفيديو خمس دقايق هتعرف ترسمه. يعني الناس ما تروحش النهارده متضايقه انا ما عملتهاش وبتاع، لا يا عم انا مبسوط بيه، بس ركز بقى معايا. خلاص بقى. طيب انا دلوقتي فرضا كان عندي حمل المره دي مثلث، ركز معايا عشان خاطر في حاجات كتيره جدا لازم تخلص، الفريم والتراس حاجات كتيره. روح النهارده كده ويا سيدي والله لو عايز اعدها لك تاني والله اعدها لك، بس ركز بس معايا عشان تاخد الكلمتين في البيت على خطابك. تمام؟ ماشي. انا دلوقتي عندي الكاميرا دي، وليكن هي الكاميرا دي كانت كام؟ اللي هي على اليونيفورم كانت سته؟ كانت سته. عايز احول بقى بدل ما اليونيفورم حمل مين؟ مثلث. فرضا الحمل دوت كان هنا ليه اتنين، اعمله ازاي؟ طب لو انا عندي حمل ترابيزويد، حمل ايه؟ بالشكل ده، اعمل ايه؟ وبرضه هنا ستة، هتعمل له ايه؟ هو برضه بنفس المنطق اللي احنا عملنا بيه، هيبقى حمل بوينت. كنت بعمل ايه؟ عندك ريليف وعندك ابسوليوت، بس لما تيجي تعرض بقى تقول له فريم لود ايه بقى؟ تقول له ديستريبيوت، ما تقولوش بوينت، صح؟ طيب هتقول له ديستريبيوت. عندك بقى في المربعات اللي تحت، احنا قلنا يونيفورم كان بيجيب لي كده مربع يونيفورم، بدخل فيه الكوميت الاثنين واقول له اوكي. لكن لا انا دلوقتي هتحكم في مين بقى؟ في المربعات اللي تحت الاربع خانات دول، هتحكم فيهم بنفس التكنيك مين؟ البوينت. عندك لو انت شغال هنا دي. هنا بايه؟ زيرو مسافه، زيرو ايه؟ حمل. طب هنا 50% من المسافه بتاعتك، يعني نص الحمل بتاعك باتنين، واحد يعني مسافه 100% ريلاتيف هنا بايه؟ بزيرو. طب لو شغال ابسوليوت، مسافه زيرو حمل بايه؟ مسافه 3 ومسافه 6 حمل بزيرو. طب هنا، هنا الاسهل لك تشتغل ريلاتيف ولا ابسوليوت؟ هنا اسهل لك ريلاتيف ابسوليوت، يعني تدخل له مسافه، يعني مش هتقول له مثلا والله عند ربع وعند ثلث وعند 75% الكلام ده، لا ما تقولوش ريلاتيف. الاسهل بالنسبه لك ايه؟ ها؟ انا عندي دلوقتي ادي الكاميرا، ففرضا انت دي كلها سته، دي لو واحد ونص، دي واحد ونص، ودي ثلاثه. فهتقول له ايه؟ كابسوليوت عند زيرو مسافه حمل بزيرو، وعند مسافه واحد ونص حمل بكام؟ وعند مسافه كام هنا؟ اربعه ونص حمل بكام؟ برضه باتنين. طب عند مسافه سته؟ هو ده اللي انا هعمله. يبقى ركز في الكلمتين دول عشان لما تدخل البرنامج تعرف تشتغل وتبقى عارف تعمل ايه. خلي بالك هعمل ايه؟ اعلم عليها، اعلم عليها. اساين ايه؟ فريم لود، ما تقولوش فريم، فريم دي لو انت هتعرف قطاع. فريم لود هتحط حمل على القطاع ديستريبيوتد. انا عايز اشيل الحمل الاثنين ده، اقول له ايه؟ خليها ريبليس. هو هيعمل ايه اصلا؟ خلي بالك لو قلت له اد هيعمل ايه؟ هيرسم فوق اللي انت رسمه. لا اقول له ريبليس، سيبها زي ما هي. طيب انا عايز ادخل حمل مثلث، اعمل ايه؟ عند لو انا شغال ريلاتيف، عند حمل، عند مسافه زيرو الحمل بكام؟ عند مسافه 50% الحمل بكام؟ وعند مسافه واحد، وهنا برضو نفس الفكره، قول له ابلاي، قول له اوكي. بس عملوا ليه كده؟ ايوه لو جيت بص علمت له عليها،
assign frame load distributed، انت ما دخلتوش ديب زيرو اللي هو اليونيفورم، هو رسم يونيفورم وبعدين رسم فوق اليونيفورم حمل المثلث. تمام كده؟ اقول له ابلاي، اقول له اوكي. عمل ايه؟ صح كده؟ طيب تمام. لو انا عايز بقى ترابيزويدال اختاره، assign frame load distributed واقول له ايه؟ اقول له ايه؟ هنا بزيرو، هنا بزيرو، هنا بكام؟ لو انا شغال بقى ابسليوت، هنا بزيرو، هنا بزيرو، مسافه زيرو، هنا ايه؟ لود زيرو، مسافه 2 لود كام؟ لا مسافه كام بقى؟ انتوا ايه بتسمعوا الكلام ليه كده؟ هنا 4.5، هنا 2، وهنا 6 بزيرو. ابلاي اوكي. ايه اللي حصل؟ اي حمل بيتعرض بالشكل. طب ولو انت عندك مثلث بالشكل ده، ما كانش كده، عندك مثلث بالشكل ده هيفرق؟ لا، انت بقى عندك عند مسافه زيرو حمل كذا، وعندك عند مسافه ما اعرفش ايه 6 مثلا الحمل بقى بزيرو كذا. تفهم بقى الموضوع ده اهو؟ احنا كده خلصنا الكاميرات بكل انواعها، انت محتاج ايه تاني؟ تمام؟ تمام. انا دلوقتي هعمل ايه بقى؟ عايز اشتغل على الفريم، وخلي بالك نفس الخطوات اللي انا طبقتها، نفس الخطوات اللي طبقتها، حد معاك ايه؟ نفس الخطوات اللي انا طبقتها على الكاميرا، لو ركزت معايا في الفريم هتعرف تعمل الكاميرا والفريم. انا قلت لك الخطوات ما بتتغيرش، طب تعالى كده نعملها مع بعض. تعالى نعملها مع بعض. هتقول له ايه؟ فايل. ها بالله عليكم ركزوا معايا، ما حد ايه؟ اه ما خلاص اتسيب اللي فات ده، اتسيب. قول له نيو موديل، هتقول له نو. هيفتح لك ايه على طول؟ نفس بقى الجديد بقى، نفس الخطوات، نشي معايا خطوه بخطوه وهراجع معاك والله واحده واحده. بلانك، انا مظبط اصلا الوحدات، اجي من هنا اقفل له واحده واقول له من هنا مين؟ اكس زد. خلي بالك هعرف له الجريد وارجع تاني اختار له اكس زد، اكتر الناس كانت بتغلط فيه. رايت كليك، اديت جريد داتا، موديفاي، اد 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 فيرجن جديد، وسبيسنج الاول، ما تدخلش حضرتك الارقام وبعد كده تقول له سبيسنج. سبيسنج انا عندي كم مسافه في اكس؟ 6 و6 و4، يبقى اهو 6 و6 و4 و0. يا باشمهندس وانا برسم ما لقيتش الجريد بتاعتي غير خط، علشان حضرتك مش عاطيله اي دي، خلي الاي دي بواحد واثنين وثلاثة واربعة هتلاقيه. طيب انا عندي دلوقتي بقى الجريد في زد، عندي كم مسافة في زد؟ 4 و3، اد 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 4 و3، ولازم اقفل بزيرو واقول له هنا مين؟ يا عم لو عايز ترقم ايه؟ ابي تمام. بابل سايز، في ناس كانت عاملاها 100، مش عارف ليه يعني 100، انا ما برسمش بابل سايز، انا ده انا بس بحطها بس عشان انا بعد كده اصلا مش هرسمها، مش هحطها، بس انت بتحطها بس عشان تقدر تلقط النقطه. خليها يا عم بواحد. اوكي اوكي، محدش يطبق ورايا الله يكرمك. عملت ايه؟ الجريد مش باينه يا باشمهندس، تعالى اكس زد تاني. ايوه يا عم انت زعلان ليه؟ عادي يعني، انا رسم لك مين؟ يبقى انا عرفت مين؟ اليونتس، وعملت له الجريد. المرحله اللي بعد كده اعمل له ايه؟ ماتيريال تاني، ديفاين ماتيريال، موديفاي لل 4000 بي اس اي، واقول له هنا مين؟ كونكريت. الرقم هنا بكام؟ والرقم هنا 1 2 3 4 5، وهنا 2000 على حسب الاف سي يو بتاعتك. اوكي اوكي خلصت. اعرف له مين؟ اعرف له السكشن، اقول له ديفاين، ملوني بقى سكشن، فريم سكشن، اقول له اد نيو، اختار له من هنا كونكريت وريكتانجولر. سكشن رقم واحد بكام؟ ها
كام؟ ستة وإيه؟ مش مكتوب؟ 25 في 60، تمام؟ وهنا بكام؟ 0.6، وهنا 0.25. عندك شكل كده عامل زي تي سيكشن. سيبك من التي سيكشن دلوقتي، خلينا دلوقتي لو انا اديت له قطاع تاني 25 في 70 0.7 0.25. اوكي، كده انا عرفت له كل القطاعات، تمام. اعمل ايه بعدين؟ بعدين اعمل ايه؟ ارسم، ارسم الاعمده. فرضا الاعمده بتاعتي ب 25، لا تعالى كده كنترول زد، اعمل الاعمده بتاعتي ايه؟ 25 في 70 اهي، واطلع اهو من هنا النقطه دي، تمام. طب والكاميرات 25 في 60، من النقطه دي للنقطه دي، من النقطه دي للنقطه دي، ومن دي لدي لدي. كده ما ينفعش ترسم بكويك، لا بالدرو على طول ترسم بالشكل ده. عملت ايه اللي حصل؟ رسمه. ديليت، درو، اعمده 25 في 70، من البوينت رحت للبوينت، اعمل ايه؟ ما اطلعش، رايت كليك، انا لسه جوه الامر، بوينت للبوينت، اطلع، لا رايت كليك، اختار له من هنا مين؟ السكشن الثاني. انا فرضت معاك سكشن، ومن النقطه دي للنقطه دي. طيب هل دي المسافه دي ودي كمان، هل دي كنت ممكن تعملها بكويك؟ لا، لازم ترسمها بدرو زي ما انا شغال كده، اهي بالنقطه دي، وعايز تطلع خالص قول له اسكيب، رسمت في ثانيه. انا بقول لك التحليل مفيش مشكله، الخطوات ثابته، بس تبقى فاهم انت بتعمل ايه. بس عايز اعمل ايه؟ سبورتس، اختار له دي، لازم اختار له النقطه واقول له اساين جوين ها ريسترين. طب هي النقطه بالمناسبه مش باينه ليه؟ لو قلت له هنا في اوبشن كلر ديسبلاي البوينت، بص سودا، اسود مع اسود ما شاء الله، تعالى اديله مثلا اخضر. اوكي اوكي، لو انا جيت اخترتها كده ايه اللي حصل؟ اهي بدأت تظهر معاك كده اكس ايه؟ اه عمود، مش مشكلة، مش هيفرق السكشن، مش هيفرق، انا فرضت معاك سكشن، انت الديزاين بيبقى قدامك وانت بتفردي سكشن معينة، تمام كده؟ ده ايه؟ اساين مين؟ جوينت ريسترين، اسمها ايه؟ فيكسد، ابلاي، ما تطلعش. لكن عندك في الاوتوكاد بتاع 14 لازم تقول له اوكي، وبعدين تختار له دي وتقول له اساين تاني جوين ريسترين، وتقول له مين؟ هنج، ودي رولر، ابلاي، اوكي. خلصت كل حاجه، فاضل مرحله مين؟ الاحمال. منين الاحمال؟ من اساين. طب عندي حمل ايه؟ هنا مثلث، اعمله ازاي؟ اختار له الكاميرا اساين فريم لود ديستريبيوتد، ادخل له ايه الارقام هنا؟ زيرو، عند زيرو بزيرو، وعند كام؟ عند ب 50%، احنا الابسوليوت عند 3 ب 3، وده ايوه كده، الله يكرمكم، ركزوا معايا وجاوبوا معايا، او ابلاي اوكي بس يا عم، تمام كده. طب ده اساين فريم لود ديستريبيوتد، قولوا لي هيتعمل ازاي؟ عند زيرو بزيرو صح، وعند اتنين، وعند اربعه باتنين، وعند سته بزيرو، قول له ابلاي وشوف اللي هيحصل. ايه ده، صح ولا غلط؟ ليه؟ خلي بالك انا بقول لك غلطاتك، انت ستة بتمليني، غلطك اللي في البيت. انا عايز اعمل ايه بقى؟
لا انت هتبدأ بقى المرة دي منين؟ من عند 2 بكام؟ بزيرو. وعند كام؟ عند 2 برضو. اجمع بقى 4 بكام؟ ب2 صح؟ عند 2 هنا بكام يا هندسة؟ ب2. وعند 4 وهنا ابلاي اوكي، ايه اللي حصل؟ نفس الفكرة، هتعمل ايه؟ علم عليه الساين فريم لود ديستريبيوتد، والرقم ده 4 بزيرو، ابلاي اوكي، ايه اللي حصل؟ يبقى انا قلت لك انت اللي قلت غلطك وانت اللي صلحت، تمام كده؟ تمام. عندي حمل هنا ايه؟ بدأنا بإيه؟ يعني بدأنا بإيه؟ اللي هو ده؟ تاني علم عليها الساين الساين فريم لود ديستريبيوتد، ابدأي ب2 عندها كام الحمل؟ وعند 4 حمل، وعند 4 برضو بزيرو، والخانة دي ولا تفرق معاك. ابلاي اوكي. طيب عندك احمال تانية، عندك حمل هنا بس حمل ايه؟ مايل. يبقى لازم اظهر له مين؟ اللوكال اكسس، عشان ابدا احطه عليه. احطه ازاي؟ لازم اظهر اللوكال اكسس ازاي؟ سيت ديسبلاي دي لو جيت له في الجنرال دي، لا لا اوبجكت اوبشن، وقول له لوكال اكسس عند الفريم، قول له ابلاي اوكي. ايه اللي حصل؟ جابهولك بالشكل ده. يبقى انت اللون الاخضر ده في اتجاه مين؟ محور مين ده؟ محور واي. الاخضر ده محور واي، فهتعلم عليه واساين فريم لود ولا جوينت لود؟ فريم لود، لان انت مختار فريم وتقول له ايه؟ بوينت. بس تعالى بقى، هتختار له من هنا مين؟ لوكال. وتختار له من هنا مين؟ 2 صح؟ طيب المسافات بقى، ها خليها ريلاتيف. عند زيرو الحمل بكام؟ وعند بنص الحمل هنا بكام؟ 6 سالب 6، ايوه كده. وده سيبها زي ما هي، قول له ابلاي اوكي. ايه اللي حصل؟ ليه كده؟ اتعمل العكس، المفروض انت اصلا بتعكس، يبقى سالب دوت اصلا هو جاي اصلا كده بالعكس، يبقى تعمل ايه؟ علم عليه الساين. هو كده معمول صح؟ لا ده اتجاهه، بص فوق والله. اه طب تعالى كده، لو انت مش متاكد تعمل ايه؟ خلاص بقى روح اعمل ايه في اللوكال اكسس، اخفيه. اه ممتاز. يبقى انا كده عملت مين؟ رحت ظهرت اللوكال اكسس الاول عشان اعرف اتجاه الحمل على المايل هيبقى عامل ازاي. يبقى انا لا حللت ولا قلت بقى اكس وواي ولا جبت زاوية ولا الكلام ده، انا اخترت اكس اللوكال اكسس وحطيت الحمل مين؟ في اتجاه مين؟ الدايركشن اللي هو عطولي. تمام. في ايه تاني يا هندسة؟ في عندك حمل هنا كمان فوق بكام؟ الساين فريم لود ديستريبيوتد ولا بوينت؟ بوينت. قول له ايه؟ ابسليوت. عند بزيرو الحمل بزيرو، وعند كام بقى؟ لا 4 زائد 1 ونص، يبقى 5. ايوه بالظبط، ما هو راسمه كله. عارفه انت لو رسم الحته الصغيره دي بس، ها لو هما مفصولين عن بعض كنت عملت بقى اللي انت بتقولي عليه. يبقى ده بكام؟ 5 ونص. حمل بكام؟ مين اللي قال اللوكال؟ ما هنعدلها بالظبط اهي جلوبال، واخليها ايه؟ في اتجاه مين بقى؟ بس هي دي لوكال ولا جلوبال صح؟ اه ايه؟ تنفع كده وكده ازاي؟ هي طيب خليها جلوبال، بس هنا المفروض تختار له من هنا مين؟ جرافتي؟ ايوه بالظبط كده. يبقى الحصه بتاعت المره اللي احنا كنا بنشرح فيها موضوع اللوكال والجلوبال اهو. يبقى انا لو قلت له جلوبال يبقى هنا هختار له مين؟ اكس.
طب لو قلت له لوكال يبقى اظهر له الاول اللوكال اكسس عشان اشوفه واحط الحمل في اتجاهه. بما ان هو هنا جلوبال وممكن اختار من هنا اكس، طب ادخله الحمل بكام بقى؟ بالسالب ولا بالموجب؟ بالموجب، لان في نفس اتجاه مين؟ اكس. بكام قيمته؟ كام؟ هو هتقوله بكام؟ بتي؟ حطه بتي هو. لا خليه يا عم بخمسة. هو بس مش عارف ان الراجل هو بيصور قطع حاجات من ال، خليه بخمسة. طب صح كده ولا غلط؟ سبعة؟ سبعة صح؟ في حاجة تانية عايزة تتحط؟ ابلاي اوكي حط في الصوت تمام. ناقص لي مين؟ المومنت. ناقص لي مومنت. المومنت ده هندسه في اتجاه مين؟ في اتجاه المحور اللي انت مش شايفه اللي هو واي. احنا شغالين اكس مين؟ زد. هو في اتجاه مين؟ لو انت عندك هنا قاعده، لو انت شغال مع عقارب الساعه الحمل بموجب، لو عكس عقارب الساعه دخله بمين؟ بالسالب. يعني انت دلوقتي هو مع عقارب الساعه ولا عكسه؟ يبقى هيدخل موجب، يبقى في اتجاه مين؟ واي. الشكل اللي انت مش، المحور اللي انت مش شايفه. وصلت؟ تاني، انت دلوقتي عندك اكس، شغالين اكس زد، المومنت ده بيلف حوالين مين؟ واي. المحور اللي انت مش شايفه، لو انت مع عقارب الساعه العزم بتاعك هيبقى ايه؟ موجب. طب لو عكسه يبقى بالسالب. طيب الدايركشن بقى هعمله ازاي؟ خلي بالك اصل هنا في البرنامج مش هيعملوا لك بالشكل ده، يعني مش هيحسب لك المومنت بالشكل ده، لا ده هيرسموا لك بس سهم كده وعامل لك ليه رصيد عشان يميزهولك لك يعني. تمام كده؟ يبقى انا هعمل ايه بقى؟ اختار هو ده فريم ولا ايه؟ فريم، اقول له اساين مين؟ فريم لود ديستريبيوتد ولا بوينت؟ المفروض كانت ايه؟ بوينت. ايوه بالظبط، ساين فريم لود بوينت. بس خلي بالك هتعمل ايه؟ هي جلوبال ولا لوكال؟ جلوبال، بس في مين بقى؟ في واي. بس بقى لود تايب مومنت صح؟ لود تايب بتاعك مين؟ مومنت. طيب هدخله ازاي بقى؟ ها؟ زيرو. عند مسافه زيرو المومنت بزيرو، عند مسافه كام؟ ثلاثة مومنت بكام؟ بخمسة ولا بسالب خمسة؟ بخمسة. ليه؟ في اتجاه تمام. وهنا ستة زيرو، وهنا زيرو. وقول له ابلاي اوكي. مش هتشوفه، لازم انت تعالى في الثري دي. عمل لك ايه؟ رسمه لك اهو، ولو انت قربت عليه وزومت هتلاقي ليه راسين كده، يعني عشان خاطر يميزه لك يعني. تمام؟ لكن عندك في الروبوت لا، ده بيجيب لك كل حاجه ايه زي ما انت بتعملها مانيوال بالظبط. تمام كده؟ خلي بالك، بص لو انا جيت مثلا من سيت ديسبلاي وقلت له جنرال وقلت له اكسترود اوكي، عمل لك ايه؟ جاب لك شكل الايه؟ بالقطاع اللي انت كنت راسمه. بس هو لا يعترف بالكلام ده، ده الكلام ده بس كشكل شيء، لكن هو ما بيعترفش ان القطاع بجسائته اللي هو 30 في 60 والكلام ده، ده هو بيعتبره مين؟ فريم سيكشن، الخط اللي انت بس بتشوفه ده. بتيجي منين؟ قلنا سيت ديسبلاي جنرال، واقول له من هنا مين؟ خليها ستاندر. لا اكسترود دي بتعمل لك ايه؟ بتجيب لك القطاع زي انت ما انت شايف. قول له ابلاي اوكي. انا خلصت. تعالى جيب له اكس زد، عايز تظهر كل الاحمال مين؟ ديسبلاي ايه؟ شو اوبجكت لود اساين فريم اوكي. كده كل الاحمال ظهرت ما عدا مين؟ المعلم ده. لو جيت بس في السي هتشوف في الاتجاه اللي انت مش شايفه. ها؟ وحلل لك. بص بدل ما تعمل ده انت هتشتغل الكلام ده كله وحللها لك. تمام؟ انا ما اعرفش هو حللها ليه، بس هو ابن حلال يعني حللها. تمام؟ في مشكلة خدت قد إيه؟ ما أخدتش وقت، بس تبقى فاهم الموضوع ماشي إزاي. هتقول له مين؟ رن، بس زي ما قلت لك خطوة مين؟ سيف. قول له في الدونت في الموديل إيه؟ وقول له مين؟ رن ناو.
سيبه من اسمه بالانجلش، قول له سيف، هيبدأ يحل. جاب لك على طول مين؟ طيب تعالى كده الأول، المفروض تجيب الأول شكل الديفورميشن، ده شكل مين؟ الديفورميشن. لو أنت جيت ستارت أنيميشن، أنا على فكرة أنا كل اللي أنا بعمله ده أنا بس بمهدك لموضوع إن أنا لما نيجي ندخل نمسك الورقة ونحللها بقى، هو ده المهم بالنسبة لي. ده شكل مين؟ شكل الديفورمد شيب. عايز أظهر الشير من هنا أو الرياكشن الأول. أوكي. جاب لك. طب ليه ظهر هنا أكسيال؟ عشان أنت كان عندك قوة هنا تخليه فجت في اتجاه مين؟ فجاب لك هنا. يعني أنت أصلاً ما عندكش، وحللها لك هنا برقم صغير جداً، وهنا بإيه؟ إيه؟ وكان في خمسة كمان صح؟ وكان في خمسة هنا كمان. تمام كده؟ هنشوفه بقى. تعالى كده اقول له فريم واقول له شير 2 2. لو انت عايز تظبطه خلي له ده بزي بسالب. اوكي. ده شكل مين يا هندسه؟ شكل الشير عندك. زي ما قلت لك تختار اي كاميرا ورايت كليك يجيب لك من مين؟ من السبورت. عندك هنا اهو رياكشن فيها. تمام؟ الرياكشن ده ممكن ترسم بيه الاكسيا النورمال. طب وده ده الشير بتاعك رسمه لك الراجل اهو. ومين؟ تعالى اتحرك كده. الخط ده جايب لك هنا الماكسيموم شير، وهنا لا في مومنت هنا. تمام؟ وجايب لك شكل مين؟ الديفورميشن على الايه؟ الضلع ده. لو انا عايز اظهر المومنت، وتعالى اوكي شكل المومنت بالشكل ده. وزي ما قلت لك لو عايز تظهر نتائج على الضلع بس اقف عليه. وجيب في مشكلة في موضوع الفريم ديفورمد شيب. عندك التلات الايقونة دي بتعمل لك ان ديفورمد شيب، اكن الموديل زي ما هو. لو دي بتعمل لك ان ديفورمد شيب وتقول له اوكي. خلي بالك زي ما قلت لك ممكن من ديسبلاي، بس اهو الراجل مسهل لك وطلع لك الثلاث ايقونات دول على طول هنا جاهزين. الجوينت رياكشن الفريم بتظهر منها الاكسيال ومين؟ طب تعالى كده، هو احنا المفروض يبقى عندنا اكسيال؟ المفروض. تعالى اقول له اوكي. ليه بقى؟ ليه في اكسيال؟ عشان في مين؟ قوه افقيه عندك صح؟ طب تعالى لو انا ظهرت التورشن، تعالى شوف كده في تورشن. مفيش تورشن. التورشن ده ما بيظهرش مثلا، ما بيظهرش مثلا الكاميرا المقصره. تمام؟ الكاميرا المقصره لان الكاميرا دائريه يبدا يظهر معاك تاثير مين؟ التورشن معاك في الاعتبار. تمام؟ تاخده في الاعتبار معاك. ها؟ في مشكله في موضوع الفريم؟ ما فيهوش اي حاجه صح؟ طيب هديك برضو خمس دقائق تحاول كده مع نفسك. يا عم ماشي انت بس ركز معايا. خلي بالك بص انت لما تيجي تتعامل بقى يا عم ركز معايا، بصوا معايا بقى شويه. لو جيت فتحت الايتابس هتلاقي شكله نفس الشكل الساب، ما فيهوش اي اختلاف. لو انت هتقول له فايل ونيو موديل وتدي له برده شويه الجريدات بتاعتك ونفس الخطوات، تدخل من ديفاين تعرف الماتيريال وتعرف السكشن، وتدخل على طول من اساين تعمل ايه وترسم الاول عادي جدا. اهو عندك هنا ايه في الجنب الكويك درو، الكويك درو والدرو العادي، وترسم عادي جدا. وبعدين اساين بالشكل ده بتروح تعمل ايه؟ حط الاحمال وديسبلاي تظهر نتائج. ونفس الثلاث ثلاثه هم اللي على جنب اللي بتشتغل برضه تظهر منهم النتائج. ده بالنسبه لمين؟ لو فتحت السيف نفس الفكره، مفيش اي اختلاف. فايل لا والنبي مش وقتك.
فايل وتقول له نيو موديل تعرف الجريدات واليونتس وايه كمان، وتدخل بعد كده ديفاين واساين ديسبلاي وتظهر النتائج بنفس الاشكال. وشكرا. انا بس حبيت افتح لك بس البرامج عشان ما تتخضش من الفكره نفسها، تمام كده؟ طب تعال نكمل. لو انا عندي هندسه قطاع بالشكل ده، عايز نفس القطاع بالشكل ده، قطاع متغير، بيسمى القطاع دوت نون بريزماتيك سيكشن. يعني القطاع دوت بيبقى عاطلك سيكشن اللي تحت 25 50 وعاطلك سيكشن فوق 25 في كام؟ في 70 25 في 100. ده بنشوفه في اغلب مين؟ الفرنان. بنعمل ايه؟ بنعمل عوامل اقتصاديه في القطاع. انا بجيب كله طالع كده بالشكل ايه؟ حاجه متر في متر. لا ده انا بعمل ايه؟ طيب علشان خاطر تدخل في الموضوع دوت او تعمل سيكشن بالشكل ده، فرضا انا هعرف سيكشن تحت الفوز معايا 25 في 60 وفوق، او ده 25 في 50 واللي فوق ده مثلا 25 في 80. تمام؟ هتعمل ايه؟ لازم تفك الحل بتاعك اهو، وبعدين هتقول له ديفاين. انا هعرف له اتنين سيكشن، وبعدين تقول له مين؟ سيكشن بروبرتيز فريم سيكشن. هتعرف له قطاعين. الاول هتعرف له ايه؟ القطاعين، القطاع اللي هو الستارت والاند. هتقول له اد كوبي. القطاع الاول احنا قلنا ايه؟ 25 في كام؟ في 50. واقول له اوكي. والقطاع الثاني 25 في كام؟ في 70. واقول له اوكي. طب ايه ده يا هندسه اللي انت بس القطاع ده اصلا موجود قبل كده؟ 25 في 80 اوكي. بس لحد دلوقتي انا لسه ما عملتش حاجه، انا بس عرفت ستارت واند. عشان بقى تعرف القطاع بقى النون بريزماتيك سيكشن، هتيجي وتقول له اد نيو بروبرتي. مش هتلاقي القطاع بتاعك هنا، هتختار له من هنا اهو، مش كونكريت، هتختار له حاجه اسمها اذر، وبعدين تقول له مين؟ نون بريزماتيك سيكشن. هيفتح لك الشكل ده. هيطلب منك شويه حاجات. بيطلب منك الستارت مين؟ سيكشن. هتحط له الستارت. ويطلب منك الاند مين؟ سيكشن. ويقول لك المين لو قلت له هنا فاريبل يعني متغير، يبقى ايه اللي هيعمل؟ ايه اللي هيحصل؟ لازم تدخل له هنا مين؟ الليمس ده بكام؟ بالقيمه بتاعته. طب لو قلت له هنا ابسليوت، لو قلت له هو ليه ابسليوت؟ انا اسف، لو قلت له ابسليوت لازم تدخله طول مين؟ العمود. لكن فاريبل يا هندسه لا، فاريبل ده ما بيعتمدش على مين؟ على طول معين. لا ده بيرسمه سواء كان 2 3 4 10، هو بيرسمه متغير وخلاص، بس بتختار له الستارت والاند عليه. تمام كده؟ طب والستارت احنا كنا قايلين بكام؟ 25 في كام؟ والاند، طب وهنا سيبها نص بس خليه دي فاريبل. بس في حاجه هنا مهمه جدا اسمها الاي 3 3 واي 2 2. اي 3 3 ده عشان تفهمها عباره عن مين؟ عباره عن عزم الحصول الذاتي او تغيير عزم الحصول الذاتي في القطاع. بمعنى ايه؟ شايف انت القطاع دوت كنا راسمينه هنا كان عباره ايه؟ مش عباره عن الشكل ده. محور ده ايه؟ كلوكال 3 وده مين؟ 2 صح؟ تمام. لو هنا فرضا سمينا القطاع ده اللي هو 25 في كام؟ في 50. وجيت رسمت القطاع الثاني ال 25 في كام؟ في 80. نفس الاكسس 3 وده ايه؟ 2. عزم الكسور الذاتي رقم 3 يبقى ايه؟ قيمته بكام؟ الاي 3 3 عباره عن كام؟ عزم الكسور الذاتي قانون موازي في العمود تفعيل على اي 12 صح؟ الموازي بتاعك بكام؟ اللي هو البي اللي هو ده بي في العمود بتاعه اللي هو الاتش بس تكعيب على 12. طب لو قلت له اي 2 2
هذا العكس هتعكس دول المواسي لمين؟ اللوكال اكس في 2 اللي هو الاتش في بي تكعيب على 12 هيختلف منهم حاجه برضه واي 3 3 عباره عن اتش او بي بقى في اتش تكعيب على 12 واي 2 عباره عن كام؟ اتش في بي تكعيب على 12 هتلاحظ حاجه هتلاحظ ان العرض هنا ثابت ما بيتغيرش سواء في 3 3 هنا او 3 3 هنا والعرض اصلا ما بيغيرش 25 ثابت من تحت لفوق امال مين بس اللي بيتغير؟ الاتش هو اللي بيتغير في اي 2 2 عشان كده لما تيجي تحط الاي 3 3 هنا هنديك ثلاث اختيارات اختيار اسمه اللينير واختيار تاني اسمه بارابوليك واختيار تاني اسمه كيوبيك طب انا دلوقتي في ال اي 3 3 انا قلت لك البي ده ايه؟ ثابت من الاول للستارت للان يبقى هنختار انهي اختيار فيهم؟ لينير من الاول للاخر يبقى هتيجي هنا وتقول له ايه؟ لينير طب وهنا اي 2 2 هيبقى ايه بقى؟ متغير يبقى ايه؟ متغير من الدرجه الثالثه يبقى ايه؟ كيوبيك قول له اوكي قول له الاول سمي له طبعا القطاع سميه له مثلا نان وقول له الاول اد عشان يبدا يعرفه لك وقول له اوكي اوكي تمام هتشيل له القطاع ده خالص اكنه مش مرسوم وعايز ترسمه من تاني هترسمه ازاي عادي جدا من درو ازاي من درو هتختار له من هنا السكشن اللي هو اسمه مين بقى النم من الستارت للاند ويطلع بره سكيب بس انا ما شفتش اي تغيير اعمل ايه سيت ديسبلاي وتقول له مين اكسترود اوكي ايه اللي حصل للقطاع القطاع بتاعك اتغير بالشكل ده اهو تحت بقطاع ال 25 في كام في 50 وفوق ال 25 في 80 ده في حاله ايه لو انت عندك زي ما قلت لك قطاع نون بريزماتيك سيكشن جميل كده ده بالنسبه لكل الفريمات اي فريم اعتقد انا ان شاء الله هنزل لكم هوم ورك النهارده بس حاجات تانيه غير الرسومات دي تطبق عليها وتجيبها ان شاء الله المره الجايه اللي هو بكره تمام كده طيب انا دلوقتي تعالى بقى ندخل في الرسمه الجديده اللي هي انهي وركز معايا سهله جدا لو انت عندك تراس التراس ده اصلا بيبقى ستيل فلو انت عندك حاجه ستيل تقدر تتحكم فيها ازاي تعالى نشوف هنتعامل معاها ازاي في البرنامج هقول له ايه فايل انا بعيد تاني فايل محدش يطبق انا هشرح على طول بقى عشان خاطر الوقت هتقول له فايل نيو موديل بلانك واقول له اكس برضو مين زد محدش يمسك الماوس بالله عليكم ما تضايقوني خلاص رايت كليك اديت جريد داتا واقول له مين موديفاي هتدخل له المسافات في اكس وفي زد هتقول له اد سبيسنج انت عندك كم مسافه في اكس كم سته صح في سته يبقى هتفتح له كده تقول له 1 2 3 4 5 6 7 المسافه الاولى 6 6 والاخر 0 دول كام 6 بالظبط مظبوط ده 6 تمام طيب وفي الاكس في الزد عندك بس مسافه كام يا عم اديها 5 لو عايز ترقمهم ما عنديش ادنى مشكله بالنسبه لك رقم في البدايه وهنا وتقول له اوكي اوكي وتعالى جيب له اكس زد تاني عايز اعرف ماتيريال ايه مش مشكله يا عم مش هتفرق معايا تمام المره دي بقى هتعرف له مين ماتيريال خاصه بالستيل فتشوف بقى الماتيريال الخاصه بتاعتك بالستيل عباره عن اف يلد بكام اللي هو اجهاد الخضوع بتاع الايه الحديد وتجيب له الاف التيمت بكام برضو الكلام دوت كله بيبقى معطى
الكلام ده كله بيبقى معطى. بس هتدخل هنا في ديفاين ماتيريال، مش هتقول له المره دي بقى 4000 بي اس اي، لا هتنزل تحت وتقول له موديفاي. تدخل تلاقي تحت الاف ييل الاف التيميت، تبدا تغيرهم. مثلا عندك الاف ييل دي كانت ب 3600، وتحت الاجهاد الخضوع بتاعك كانت 3600، والالتيميت طلع مثلا ب 4000 او 5200. بتبدا تدخل الارقام بتاعتك عادي جدا ماشي، وتقول له اوكي اوكي وتسميها ستيل، مفيش مشكله. المشكله فين بقى هنا؟ الاختلاف بقى في تعريف مين السكشن. السكشن اللي انت هترسمه، انت عندك القطاعات الستيل بنتعامل مع القطاعات ايه بقى؟ انجل انجل باك تو باك، بتتعامل مع اي سكشن، اي بي اي، وهكذا. تمام؟ الكلام ده كله على فكره موجود في جداول، ما بتحفظش حاجه، بس انت بتبقى فاهم بس مين؟ فاهم الكونسبت بتاع الستيل. تمام كده؟ فانا هدخل ديفاين نفس الفكره، ديفاين سكشن بروبرتيز فريم سكشن، وتبدا تقول له اد نيو بروبرتي. المره دي تختار له مين؟ عندك كل القطاعات، عندك اي بيم، وعندك شانل، وعندك تي سكشن، وعندك انجل، وعندك دبل انجل، وعندك دبل شانل، وهكذا. تدخل على اي واحده فيهم وتبدا تعرف له الكلام ده كله. بس هل انا همسك بقى البتاع ده واقول له والله في 3 3 بكذا وفي ما اعرفش كذا بكذا؟ لا، الكلام ده مش هيحصل، مش هتعمله. يعني ما تدخلش حاجه مانيوال. عارف ليه؟ لان اساسا وانت بتسطب البرنامج خالص، اول ما بتسطب البرنامج بيجي السبع عامل لك ايه؟ رامي لك فولدر كده اللي هو الكود اللي انت هتتعرف عليه في سنه ثالثه في الستيل، بيجي رميه لك في المكان اللي بيتسطب فيه البرنامج اللي هو في السي، مرتوش السي. اجيبه ازاي؟ هتيجي من هنا. بس طبعا انا بقول لك احنا مشكلتنا ما عندناش الكود بتاعنا، ما بيبقاش موجود هنا. تمام؟ ما بيبقاش موجود في البرنامج. تعال نشوف. هتطلع بتقول له ايه بقى؟ امبورت فيو مين بروبرتي، وتبدا تقول له والله انا عاوز القطاع بتاعي عباره عن ايه؟ اي سيكشن. ادخل له كده في اي مين سيكشن، فتح لك ايه؟ ها؟ تدخل فين؟ في السي. تعال شوف البرنامج بتاعك متسطب في اي مكان. عندك بروجرام فايل، وعندك بروجرام فايل 86، ابدا دور شوفه فين. هتدخل بروجرام فايل وتبدا تدور على اسمه كمبيوتر اند مين ستراكشر، ادخل عليه. هتلاقي طبعا انت لو بتسطب كل برامج السي اس اي هتلاقي كل برامج السي اس اي، وكل برنامج من دول هتلاقي جواه مين؟ نفس الكود. انا مثلا هدخل على ساب 20 وتبدا تدور على ملف اسمه اليورو كود اهو اللي هو تحت ده، في اللي هو الكود اللي هو اسمه سي اي اس سي، ده الكود الكندي بيديك القطاعات بتاعتك بالمليمتر. مش هيفرق معاك على فكره، لان القطاعات بتاعتك بتبقى ايه؟ قطاعات بس بتديها بس ايه؟ ابعاد دايمنشن. فانا هفترض اللي هو اليورو كود، لو انت اخترت مثلا السي اي اس سي قول له بس اوبن، هيفتح لك ايه؟ ان شاء الله لما ربنا يكلمك كده وتدخل سنه ثالثه، او اللي دخل فيكم سنه ثالثه بيديكم ما شاء الله كود كده حوالي 40 ورقه 400 ورقه، ومع الكود ده بيديكم ذاكره ثانيه حوالي مثلا 100 ورقه، بيبقى فيها كل مين؟ ها؟ فيها كل القطاعات بتاعتك. كل القطاعات دي كده هنا اهو في الجدول ده. الاتش بي مثلا، تعالى بقى دور على اللي انت عايزه على القطاع بتاعك. فرضا انا هفرضه، ثواني كده، قول له امبورت، هتقول له شانل، اتش بي مثلا طلع مثلا كان معاك القطاع، ما هو القطاعات ديت برضو انت بتشك عليه، ما هو عامله زي الخرسانه. هو انت ممكن تقول لي مثلا ايه بس وانت بترسم على البرنامج رسمت العمود وعطيت له قطاع، وانت صممت عشان تطلع قطاع، امال انا بعمل ايه؟ انا بعمل اسامبشن، بفرض قطاعات وبدخلها وبعرضها على الاحمال اللي عندي. الاحمال اللي دي اللي هي ممكن تكون ديد لود او لايف لود او مثلا لاترال لود. وبعدين الاحمال دي بتعمل ايه؟
هي اللي بتقول لي اذا كان القطاع بتاعك سيف تحت تاثير الاحمال اللي انت حطيتها ولا انسيف ابدا اعدل واغير القطاعات بتاعتي عشان تبقى بس فاهم الدنيا ماشيه ازاي. فانا بفرض برضو قطاع ستيل، اديله اي قطاع اقول له اوكي. بص مجرد بس ما اتعلم اقول له اوكي رسمهولك واعطيلك كمان البيانات بس ما تقدرش تعدل فيها، يعني البيانات دي ما تقدرش تعدل، ده هو قطاع جاهز. قول له بس عايز تسميه سميه زي ما هو، سيبه زي ما هو، قول له اوكي. عايز مثلا قطاع تاني دبل انجل، دبل انجل تو انجل مثلا اللي هو ده، قول له اوكي. عطلك مين دبل انجل وعطلك ايه القيم ده، قول له اوكي. اوكي كده انا عملت ايه؟ عرفت القطاعات. طب عايز ارسم، فرضا ان انا هرسم الابر واللور عباره عن مين؟ عباره عن الاي سيكشن. هتعمل ايه؟ ارسم بقى من مين؟ من درو. هتعمل ايه؟ هتختار القطاع من اللي هو مين؟ اللي هو ده، من النقطه دي للنقطه دي، واطلع رايت كليك من النقطه دي للنقطه دي، واختار بقى القطاعات الثانيه اللي هي مين؟ الانجل. تعالى كده نشوف هو عامل ازاي. احنا مدخلين المسافات يا جدعان صح؟ 1 2 3 4 5 6 صح؟ ايه؟ شوف انا برسم ازاي؟ عادي برسم بدرو بقى. ايه؟ بس هتلاقي ده مش موجود وده هتمسحه وتقول له درو من النقطة دي للنقطة دي. صح؟ مفيش رأسي؟ طب خلاص يا جدعان، والمصحف مش هتفرق، ده رسم يعني اهو. تعالى درو بالشكل ده صح، من هنا لهنا لهنا. عجباني دي، عجباني عجباني، هو حلوه كده تمام. تعالى اديله السبورت وقول له اساين جوينت. ها هي عباره عن ايه؟ هنج ابلاي. طب وهنا عباره عن رولر. اوكي كده انا زي الفل. طب لو انا عايز اظهر شكل ال، هقول له ايه؟ سيت ديسبلاي واقول له اكسترود ابلاي. اوكي لو انت جيت له في ال 3 دي وقربت على ايه القطاعات بتاعتك هتلاقيها مين؟ بالشكل ده تمام. هتيجي في اكس زد، وده في ايه ده؟ درو النقطة دي للنقطة دي تمام. فاضل لي الأحمال أعملها إزاي؟ دي أحمال دي بوينت. تعالى بقى اختار دي ومين؟ ودي فرضا ودي تمام. أنت طبعا هترسم في البيت الصح بس أنا بفرض حاجات. لا 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 زي ما هو عطول التقطيع في السبيسنج 6. اه ممكن تعمليها عادي، ممكن تعملها عادي، دخل السبيسنج 3 خلاص. انا فرضتها اي حاجه بس عشان الوقت. انت ارسم الصح في البيت، الرسمه ما فيهوش حاجه بقى، بتدخل سبيسنج في الجريد وخلاص يا جدعان ركز. هعمل ايه بقى؟ ادخل احمال عندي التلاتة بوينت دول فرضا هدخله اساين ايه بقى؟ اساين ايه؟ انا مختار بوينت يبقى ايه؟ جوينت لودز فورسز في اتجاه مين؟ زد. بس خلي بالك انا مش جايب لك جرافتي، لا ده انت هتدخلها في زد بس لمين؟ الماينس بكام هو عطاها لك؟ ب 80 يعني ب 8 8 طن تمام؟ وقول له ابلاي وقول له اوكي. جميل جدا، انا كده خلصت على فكره. هبدا اعمل ايه؟ اقول له رن.
ايه؟ قوة افقية. ايه؟ في قوة افقية هنا يعني؟ ممكن تقول له assign تختارها لوحدها joint load force، بس هتدخله المرة دي فين بقى؟ في x، في لا في x سالب x بكام هي عطاها لك؟ يعني مثلا قول لي يا عم 9 خليها 8 زيها ابلاي اوكي اهي. بس خلي بالك حته مهمه جدا في الدراسه، والدراسه اللي انت كنت بتاخده في الكليه، كنت بتيجي مثلا الراجل بيقول لك والله ارسم لي الشيء والمومنت، امال ايه كنت بترسمه ازاي؟ كنت بتعمل ايه؟ والله كنت بعمل ايه؟ هندسه كنت بجيب الاكشن وقلت اكتر حاجه بقولها الناس هي اللي بتزنني صح؟ كان المفروض كنت بجيب الرياكشن وبعدين بقى ايه؟ عندي طريقتين، طريقه السكشن وطريقه مين؟ الجوين. والله انا لو عندي قوه هنا عايز اجيب القوه في الضلع ده اعمل ايه؟ سكشن واجيب والحوارات اللي انتم فاهمينها دي، صح؟ عشان ايه بقى الكلام ده؟ عشان اجيب القوه في كل ضلع. قوه في كل ممبر. يعني انا ما سمعتش كلمه مومنت، ما سمعتش كلمه شيل، صح؟ يبقى ايه اللي بيحصل؟ عايز اقول لك بالاخر يعني ان التراس ما بيشيلش لا شيل ولا مومن. ليه؟ حد يفهم او حد يعرف؟ عشان في جوين، عشان في مين؟ مفصل عند كل مين؟ المفصل ده بيحرر المنبر بتاعك عن ان يبقى عليه مين؟ مومنت او شيل. طب عشان خاطر اعمل الحكايه دي، يعني انا لو قلت له ران، انا هقول له ران والموديل دوت ران واقول له ران واسميه مثلا على الديسك توب، سميه هنا تراس. اوكي سيف، هو بيحل. يبقى انا زي ما قلت لك انا التراس ما عليهوش مين؟ لا شير ولا مين؟ وعليه اكسيال بس. في مين؟ لكل منه. هو كده حل؟ لسه بيحل؟ ده مين يا هندسه؟ ده مين؟ ده شكل الديفورميشن. يا عم ركز بس معايا، خلاص انا خلصت والله. ده شكل الديفورميشن. طب لا انا يهمني مين؟ الاكسيال. تعالى جيب الاكسيال وقول له اوكي. طبعا الاكسيال كبيره جدا، اصغر القيم دي بس ادخل مين؟ من هنا واخلي الفاليو اللي هي ب 3 دي خليها مثلا بوينت مثلا 09 ابلاي اوكي. يبقى انا جبت مين كده؟ جبت ها الاكسيال على كل مين؟ على كل ممبر. تعالى بقى اجي هنا اهو واقول له ايه؟ شيل 2 2 ابلاي. عمل لك ايه؟ تعالى بس تجيب له مومنت. اكبر له الفاليو ده. اهو ظهر لك مين يا هندسه؟ ظهر لك مومنت على مين؟ طبعا لو انت عايز تكبره شويه عن الواحد عشان يبقى ظاهر ليك خليه مثلا 5. ليه بقى؟ ليه الكلام ده؟ ليه ظهر شير وليه ظهر مومنت؟ يعني عشان قلت لك لازم تعمل ايه؟ تحرر، تعمل الجوينت بتاعتك عن مين؟ عن المواصلات. يعني مثلا لما كنت بترسم الايه؟ التراس بالشكل ده كنت بتلاقي جوينت دايره كده زي اللي موجود عندك. طب اعملها ازاي هنا في البرنامج؟ هتقول له والله تعالى فك لي الحل، وتقول له ايه؟ اختار لي الشكل كله سيلكشن، وتقول له اساين فريم ريليز. انا عايز اعمل ريليز للمومنت، قول له ريليز، وبعدين تقول له في المومنت 3 3 الستارت والاند حرره لي، قول له اوكي. ثواني بس
ايه اللي حصل؟ ها عمل لك ايه؟ خلى لك كل ده لمين؟ لوحده. عمل لك مفصل هنا وهنا وهنا. والمفروض على فكره الكاميرا دي مرسومه غلط، المفروض تتكسر الكاميرا دي عشان خاطر كمان يحرر لك المومنت هنا وهنا وفي الاضلاع كلها، ما تسيبش ولا ضلع غير ولازم تحرر مين؟ تعمل له ريليز لمين؟ طب تعالى نحل يا عم ونشوف هيجيب لي مومنت لا تاني ولا لا. جاب مومنت تاني. ايه بقى؟ يعني انا اول حاجه عملت ايه؟ حررت، عملت ريليز لمين؟ للاضلاع. بس قلت لك طبعا الغلط بس اللي احنا رسمناه غلط عشان مستعجلين، بس المنبر كل منبر ترسمه لوحده او تكسره، هنعرف ازاي ممكن تقطع تعمل له ديفايد بس بعد كده. تمام؟ بس وانت في البيت ترسمه ضلع ضلع بدرو. المهم او كويك تختاره كله كويك، هيقطعه لك عند مين؟ عند الجريد اللي انت عطاه له. طيب انا دلوقتي حررت يا باشمهندس الاضلاع دي من المومنت والشيك وبرضه تعمل مومنت وشيك. حد كده حد تاني يقول لي ايه بقى المشكله عندي هنا؟ ايه؟ لا مالهاش دعوه، انا رسمت ان شاء الله هتحصل اي حاجه، بس انا طلعت اسلوب المفترض زي انت ما بتقول كده عشان مش لازم زي ما المفروض الاضلاع دي على الاقل ما يظهرش عليها مومنت، وده ما فيش مشكله يظهر عليه المومنت. لكن ده لما حررت هنا وهنا وفي الضلع ده وفي الضلع ده يبقى ده غلط. ها مين تاني؟ ايه تاني؟ المفروض اعمل ايه؟ قولي، علي صوت، ما تعليش صوت، قولي ايه؟ عارف المومنت ده جه منين؟ منين؟ هاي هو مين القلب؟ مين اللي انا اصلا الضلع؟ برافو عليك. هو الضلع ده مش ليه اون ويت؟ الاون ويت ده احنا ما جيناش نعمله، ده احنا بنقول للبرنامج انت ايه؟ خد في الاعتبار زي امبارح كده ما قلت لك السيف ويت اللي هو الويت كنت بدخله في 2 ونص مش كده؟ فدي البرنامج بتقوم عامل لك ايه؟ جرب لك الطول والعرض في الجامعه، يعني ضرب الحجم في الجامعه جاب لك مين؟ يبقى انا دلوقتي المشكله عندي اول حاجه ان انا اعمل ريليز للاضلاع، الحاجه الثانيه ان وزن الضلع نفسه بيجيب مين؟ مومنت على كل ضلع. افتح الحل تاني وتعالى قول له مين المره دي؟ من ديفاين لود باترن، اول مره تدخل معايا عليه وهندخل عليها بكره كتير عشان اعرف بقيه الاحمال. لود باترن ما دامت القيمة بتاعت الديد السيلف ويت بواحد، هو كده البرنامج واخد الاون ويت في الاعتبار، يبقى لازم تقول له زيرو وتقول له مين؟ موديفاي. يبقى انا كده عملت فيه ايه؟ خليته بزيرو. يبقى انا خليت هنا القيمة بدل ما كانت بواحد زيرو وقلت له موديفاي، عدلها لي عدلها لي عشان ما حدش بس يجي ايه يقول لي يا باشمهندس انا عملت واحد ورحت قايل له اوكي. ما هو مش هيعمل، لازم تعدلها تقول له موديفاي اوكي يس. تعالى حل تاني ران ناو وتعالى ايه اللي حصل بقى في المومنت؟ الضلع الغلط على فكره الغلط ده كويس اللي هو حصل عشان بس يبين لك الفرق اللي احنا بنعمله وميزه اللي احنا بنقوله. تمام؟ يعني الغلط اللي بيحصل هنا ده كويس مش حاجه وحشه. طيب زي ما قلت لك المنبر اللي انا عملت لها ريليز وحررتها من المومنت وعملت لها الجوينت بتاعتها حصل لها ايه؟ ما عادتش بتشيل ايه؟ موضوع المومنت ده، انما مين بس اللي شاله؟ عشان انت المفروض تحرر المومنت عند الجوينت ده وعند ده وعند ده وعند ده، تيجي تضغط على المومنت ما تلاقيش اي حاجه. طب تعالى كده نشوفه على الشير. ادي الشير اوكي. ها مفيش خالص شيء. تمام؟ يبقى انا زي ما قلت لك انت بترسم الموديل صح؟ طبعا بترسم النموذج صح، لان انت لو تعرف امبارح ان انت بتعمل عمليه محاكاه والمحاكاه دي لازم تعملها كويس جدا على البرنامج، يعني لو موجود في الواقع بالظبط بتعمله على مين؟ على البرنامج بالظبط. تمام كده؟ وبعدين بتحط
تحت تأثير الأحمال وتبدأ تشوف الموديل بتاعك تحت تأثير الخيم بتاعك ده سيف ها في على البرنامج يبقى سيف ليه؟ بره لو أنصف على البرنامج يبقى أنصف إيه؟ بره. ها حد عنده أي معلومة أي حاجة لحد دلوقتي؟ أنا الكلام ده كله ما كانش مني بس ده كان مدخل كويس لي عشان لما نيجي نتكلم بكره على التشغيل شيل غلطات نبدا بقى نشوف بقى لما تيجي ترسم مراته وتطلع عليها مومنت تعمل ايه بالمومنت بقى؟ هتروح تصمم بقى لو في مومنت على الكاميرا تبدا تصمم الكاميرا على المومنت والشيل والكلام دوت كله بكره ان شاء الله. اتمنى الناس تيجي بدري يعني وكمان الناس ما تغيبش يعني الناس تيجي بمعتها والفيديوهات تتسمع والهوم وورك والمشروع ينعمل خلاص. يلا سلام عليكم.